مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. شغل الشاغل بتاعنا وكل الجماهير الاهلاويه بتفكر النهارده في مباراه الوصل الاماراتي ان شاء الله بكره باذن الله يكون المكسب من نصيب النادي الاهلي. محتاجين كلنا هذا المكسب، وعارف ان كلنا قلقانين ان شاء الله الاهلي بكره يطمنا ويطمن جماهيره الكبيره جدا اللي دايما وراه ودايما قلقانه عليه. يعني ايضا الموضوع اللي شاغل الناس كلها الحكم سيكازوي، ووقف الحكم سيكازوي، ولجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي وقفته بناء على ايه؟ هل في فعلا شبهه اختلاس؟ ما فيش شبهه اختلاس. في شبهه رشوه؟ ما فيش شبهه رشوه. هل في قرارات اخذها خاطئه؟ ما خدهاش خاطئه. عايزين نجيب الكابتن شطه على التليفون نساله علشان نطمن الجماهير الاهلاويه في اتجاه الغاء المباراه او اعاده المباراه، في اتجاه ان الكاس يرجع للنادي الاهلي تاني. كل ده كلام مطروح على الساحة الإعلامية في السوشيال ميديا خصوصا. هنحاول نجيب الكابتن شطة نسأله ونستفسر منه الدنيا ماشية ازاي والاتجاه الحكم ده رايح فين. طبعا احنا كلنا شفنا امبارح في قرار كان بالنسبة لنا وما كانش مفاجئ قوي، لكن احنا اتفاجئنا. هنقول ان احنا اتفاجئنا ان الحكم اتوقف مباراة الترجي في اول اغسطس الانجولي، انتهت 4-2، ضربة جزاء مشكوك فيها تماما وهدف صحيح لاول اغسطس الانجولي. الحكم لغاهم او لغى الهدف وحسب ضربة جزاء، مش عارفين كان الموضوع ايه بالظبط. المباراة كانت في الترجي. ايضا بعد وقف الحكم ده بتسع ساعات فوجئنا، بتسع ساعات كاملة فوجئنا. احنا اتكلمنا امبارح بس احنا بنحاول نفكر السادة المشاهدين. فوجئنا بوقف الحكم مهدي عبيد، حكم مباراة الاهلي والترجي اللي كان هنا في القاهرة، من غير تهم ان هو احتسب قرارات خاطئة، وده وارد جدا في الكورة عموما، ودي احنا بنقول عليها متعة، مش عشان احنا اهلاوية، لكن وارد جدا ان يحصل طرد في لعيبة ظلم، ضربة جزاء مشكوك فيها شوية، يعني انذارات، فاولات، اي حاجة واردة في الكورة، اخطاء. لكن رشوة وحاجة شمال، الموضوع ده بعيد جدا عن الحكم مهدي عبيد. حاول كده شام او حد يجيب لنا الكابتن شطة على التليفون، عشان الموضوع يعني مهم جدا بالنسبه للجماهير الاهلاويه. دايما بيسالوني يا كابتن ايه موقفنا، يا كابتن هنعمل ايه، يا كابتن احنا هنرد مش هنرد، هنجري ورا الموضوع. اكيد اكيد الاهلي والله العظيم ما بيسيب حقه، ولكن بالطرق المشروعه، ولما يطلع قرارات بتكون قرارات نهائيه. احنا انتوا شفتوا امبارح اول بس ما السوشيال ميديا الاهلاويه، انتوا عارفين جيش بدا يتكلم على موضوع ايقاف الحكم سيكازوي، على طول بعدها تسع ساعات كامله افتكروا ان هم يوقفوا مهدي عبيد عشان يقول لك ما ده توقف. يعني بصراحه كلام قديم جدا، والريحه بقت صعبه جدا، ومش فاهمين حاجه. يعني احنا مش فاهمين حاجه بصراحه، هم بيعملوا ايه، ومش فاهمين هم او اللي بيوقف ده ما بيحترمش ليه مخ وذكاء الناس العاديه، مش الناس بتفكر في الكوره. طيب معايا نجم الاهلي والنجم، نجيبه تاني. هيبقى معايا حالا دلوقتي الكابتن شطه مسؤول الاتحاد الافريقي السابق علشان يطمنا ويقول لنا ايه الموضوع بالظبط. هو ادرى اكيد بكواليس الاتحاد الافريقي، وهحاول انا اتكلم معاه بصراحه شويه. لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم ما فيش حد بيحترم العقليه دلوقتي. يعني هم بيفكروا الناس، المشكله في الانسان ان هو ساعات بقى فاكر نفسه ذكي، ما بيحترمش الذكاء اللي قدامه او بيحترم حتى عقليه اللي قدامه. هو فاكر نفسه ذكي، انا وقفت الحكم لقيت الدنيا هايجه فبسرعه. هو بالنسبه له بسرعه، خلي بالكم، لكن احنا بالنسبه لنا تسع ساعات، الدقيقه بتفرق، الثانيه بتفرق. ان انا قاعد دلوقتي معاكم قدامي مثلا بيجي لي اخبار هقولها لكم، مش معقول ثالث يوم او رابع يوم هاجي اقول لكم اصلا حلقه اول امبارح كان في خبر ونسيت اقوله. يعني كلام ما يدخلش عقليه طفل صغير. فبيحاولوا يقنعوا بقى جمهور، اكبر جمهور في القاره الافريقيه والعربيه، بيحاولوا يقنعوه بحاجه اساسا ما تدخلش دماغ عيال صغيره لسه مولودين. فيعني حاجه صعبه جدا، ومش عايز اطول في قصه الحكم سيكازوي وهل هو فعلا خد حاجه، مع ان في ناس في الكواليس بيقولوا اه ده في حاجات اثبتت، لكن احنا هنا في القناه او قناه الاهلي الرسميه بنحاول نجيب الحاجات بالادله بالظبط، ولما تكون ان شاء الله قطعيه نطلع نقول ان في حاجه ادين بها الحكم حاجه رسميه جدا ادانته لجنه الانضباط. لكن هما بيقولوا ولا ما بيقولوش هنعرف بعد قليل من الكابتن شطه. الحكم مهدي عبيد الحكم الجزائري كلنا شفنا على الملأ
هو بيقول للناس يا جماعه ده في تلامس، ده مفيش تلامس، ده الراجل مش عارف دخل برجله، ده مش عارف دخل ازاي. كان معايا حد من الاعلاميين التونسيين قبل مباراه العوده لو حضرتكم تفتكروا، لا اسف، بعد مباراه العوده بعد الخساره الافريقيه قبل مباراه مصر وتونس، وكان بيتكلم ان الحكم. طيب ناخد الكابتن شطه. كابتن شطه نجم الاهلي السابق ومسؤول اتحاد الافريقي، كابتن شطه اهلا بيك. اهلا وسهلا، الله يخليك، منور الدنيا. شكرين، اتفضل. وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه المولد النبوي الشريف. الله، وان شاء الله النادي الاهلي بكره ربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. يا رب يا رب. حضرتك عارف يا كابتن شطه دلوقتي السوشيال ميديا كله والشارع الاهلاوي كله بيتكلم على ايقاف الحكم الزامبي سيكازوي. طبعا ده موضوع الساعه دلوقتي في كل حته، حتى افريقيا كلها مسمع موضوع الساعه. والجماهير الاهلاويه عارفه ان حضرتك كنت مسؤول كبير كمان في الاتحاد الافريقي، واكيد طبعا اهلاوي من العيار الثقيل، فعايزين نعرف كواليس الخبر ولجنه الانضباط وقفته بناء عن ايه. والحقيقه الجواب اللي اتبعت، اول حاجه عشان نبقى عارفين الموضوع ده، النادي بريميرا جوستو اشتكى للحكم بمجرد انتهت المباراه، عمل شكوى للاتحاد الافريقي انه في ضربه جزاء يعني غير صحيحه اداها لفريق الترجي، وهناك هدف ملغي بدون اي يعني اسباب مقنعه لاي حد يتفرج على اللعبه. تمام. فخدوا الحقيقه الكليبات دي وشافوها ووجدوا انه الحكم يعني واضح انه هو قراراته ما كانتش صحيحه، واللعبتين يعني صريحتين، كان المفروض ايه الحكم يعني ما يكونش فيه اي نوع من اللخبطه كده. وبعد كده نادي اجوستو قال انا عندي دلائل وعندي مستندات ان الحكم ده في شبهه فساد، ان هو متوافق على 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 على, على, على اجوستو. فهذا التواطؤ معناه في مشكله كبيره، لازم الحكم ده يتجاب ويتحقق معاه، وعاملين له جلسه استماع وتم استدعائه وايقافه الى حين انه يستدعوه لهذه الجلسه. لسه الجلسه ما اتعملتش ولسه. طب خلينا يا كابتن شطه اتوقف عند النقطه دي اناقش حضرتك فيها. هل بيتم ايقاف الحكم قبل ما يسمعوه، او قبل ما يكون في ادله، او قبل ما يكون في مستندات؟ لا لا، يتم ايقاف الحكم مكتوب كده، يتم ايقاف الحكم الى حين انه يثبت العكس، انه هو ما فيش اي شبهه تواطؤ. يعني هو عنده اثباتات الحكم ده مدان والحكم عليه اثبات العكس، فبالتالي عايز يعملوا جلسه استماع. يعني صح الكلام كده يا كابتن شطه؟ يعني هم الاتحاد الافريقي عشان نمشي بالتسلسل القانوني، يعني ما انا بمشي مع حضرتك نقطه نقطه. الاتحاد الافريقي او لجنه الانضباط عندها ما يدل ان الحكم ده مدان، وعلى الحكم اثبات العكس. ده اللي في الجواب، ده اللي في الجواب اللي اتبعت للاتحاد الزامبي، بيقولوا الحكم ده عندنا دلائل، حتى كمان يعني بالانجليزي طبعا واضحه جدا انها ادعاءات، لانه في ما يشبه كوربشن يعني فساد. تمام. فدي النقطة المهمة جدا عشان ده النص اللي طلع من الاتحاد الافريقي، ولا ده اللي بعته أول أغسطس؟ لا، ده اللي بعته الاتحاد الافريقي للحكم في الاتحاد الزامبي. إن هو عنده ما يثبت إن هو الحكم ده فيه شبهة فساد. بالظبط. وعلى الحكم إثبات العكس. وعلى الحكم أن يحضر إلى جلسة اجتماع لإثبات العكس. عشان اذا كان في اي ادعاءات موجوده يحاول انه يفسرها او يبررها او يضحبها او يعني يلغيها، يعني او يقول دي مش صحيحه. يعني لجنه الانضباط يا كابتن شطه عندها من الادله ما تدين هذا الحكم. بالتاكيد. والحكم عليه في لجنه الاستماع عليه اثبات العكس. الو؟ ايوه مع حضرتك يا كابتن. ايوه الحكم هو الحكمين كمان مهدي برضه، مهدي حكم. طب هل هناك ادله تثبت ان الحكم مهدي فيه شبهه رشوه؟ ما ده ما الترجي قال كده، الترجي قال لك ضربتين الجزاء غير صحيحتين، ونحن بنشك انه الحكم ده انه هو احتسب ضربتين الجزاء وهم غير صحيحتين، زي ما اجوستو طلب انه الحكم نفس اللي حصل للحكم المهدي وتم ايقافه برضه. تمام يا كابتن، بس حضرتك دلوقتي بتتكلم في نقطه جديده بالنسبه لي، ان الفريق اول اغسطس قدم ما يثبت ان هناك رشوه. ايوه، والاتحاد الافريقي تاكد ان هناك رشوه على الحكم اثبات العكس. لا 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 لا، عشان شفت قلت لك التسلسل القانوني عشان ما يبقاش في اتهام. ما انا معاك واحده واحده. هناك ادعاءات، وهذه الادعاءات فيها ادله موجوده، الدلائل موجوده مقرونه بهذه الادعاءات. تمام.
وهم يملكوها يعني كاتحاد افريقي وعايزين يجيبوا يعرضوا عليه هذه الادعاءات. تمام. ما بالانجليزي اليجيشنز. اوكي. اليجيشنز يعني ادعاءات. تمام. فبالتالي دي نقطه مهمه جدا، عايزين يشوفوا الادعاءات دي هل هو هيثبت عكسها ولا هل الادعاءات دي صحيحه ولا لا. دي نقطه مهمه جدا. تمام. يعني نكون واضحين. تمام. طب في حاله اثبات ان هذا الحكم مدان، ايه اللي بيحصل يا كابتن؟ بص، الحاله دي لجنه المسابقات هتجتمع عشان تطبق اللائحه. اللائحه بتقول تقريبا على حسب ما انا قريتها انه تعاد المباراه. لا، اللائحه ما بتقولش كده. لو حضرتك عايزني اذكرك بيها اقول لك، ممكن اذكرك بالبنود اللائحه، ان اللائحه في حاله اثبات ان الحكم تعرض لرشوه من الفريق اللي هو صعد او خد بطوله او ايا كان، البطوله بتروح للفريق المنافس على طول بدون اعاده المباراه. والله انا دورت عليها ما لقيتش الكلام ده، ما اعرفش يعني هضطر اجيب. والله انا قريتها عموما كده بعناية. قريتها فين؟ قريتها في في في, في اللوائح بتاعه الاتحاد الافريقي. يعني في حاجه اسمها الكود اللي هو الديسيبلينري كود. ممكن اكون انا غلطان يا كابتن، ممكن اكون انا غلطان. لا انا بص يا ريت بكره تعمل معايا دخله ثاني واحاول ابعت لكم. اعمل مع حضرتك بكره ان شاء الله. انا هبعتها لك، الكود ده اللي هو الكود اوف اسكس والحاجات اللي فيها الحاجات دي كلها والعقوبات والكلام ده. انا سمعته امبارح برضو يتقال في بعض الحقيقه القنوات انه تسحب البطوله وتعطى للنادي الاهلي. النادي الاهلي برضو عنده شكوى كمان للحكم. طب اي ماتش اللي بتعاد يا كابتن شطه؟ ما الماتش اللي هيتعاد بتاع اللي وجدوا فيه شفاهه فساد. طب وماتش الاهلي والترجي اللي بعد كده؟ انا بكلمك دلوقتي. ما انت خلينا برضو الشكوى الترجي برضو في الحكم برضو بيقولوا عنده شبهه فساد برضو. خلي بالك على القصه، واضح انها يعني معقده شويه. طب خلينا يا كابتن عشان نفهم الساده المشاهدين، معلش استحملني شويه يعني اصبر عليا شويه بعد اذنك، انا عارف انت بالك طويله يا كابتن. دلوقتي الاتحاد الافريقي او لجنه الانضباط خدت قرار، هنقول مثلا الساعه 11 الصبح، بعديها بحوالي 9 ساعات افتكروا ان هم يوقفوا الحكم مهدي عبيد. انا عايز اعرف التسع ساعات دولت كانوا فين؟ بس حضرتك كنت في الاتحاد الافريقي وعارف ان انا طالما عامل اجتماع او عامل ايا كان شكله او المسمى اللي حضرتك بتسموه عشان اخد قرار، اكيد باخد قرار او قرارات في الجلسه نفسها، ما باخدش قرار في جلسه واجي بعد 9 ساعات في نفس اليوم اخد قرار بايقاف الحكم مهدي عبيد. انا بالنسبه لي دي علامه استفهام، عايز حضرتك توضحها لي. والله اللي انا اعرفه انه الحكم ده اتوقف، الحكم اتوقف بشكوى من الاتحاد التونسي ان الحكم مهدي ده اخطا وجاب خدمه وخدوا قرار بعدين عرض. تمام. الحكم هيتم ايقافه لكن لن يعلن الايقاف. لن يعلن؟ الكلام ده على طول ثاني يوم. فبالتالي الحكم، لا انا ما كنتش سامعك كابتن، انا ما سمعتش الجمله اللي فاتت، انا اسف الصوت كان بيروح. معلش انا بقول لحضرتك انه الايقاف بتاع مهدي تم ثاني يوم تقريبا بجلسه سريعه شاهدوا فيها الحاله بتاعه ضربتي الجزاء، وتم ايقاف الحكم وقتها يعني بدون ان يعلن انه الحكم تم ايقافه. طب هو ده كلام يا كابتن شطه؟ ما انا بقول لك في دايما ايقافات بتبقى ايقافات داخليه الى حين التحقيق مع الحكم. طب تمام. وبعدين هم اجتمعوا وخدوا قرارات الايقافات. ليه ما يطلعوش قرارات الايقافات؟ لم تعلن الا يوم 16 بجواب رسمي، جوابات اللي عندنا دي كلها اللي شفتها انت في الميديا دي يوم 16. ايوه يوم 16، بس في فرق 9 ساعات بين القرارين، هل ده طبيعي؟ لا ما خلاص بقى، انا مش حاضر. انا لما احط القرارين دول وفرق الساعات دي ممكن تكون في ادله جديده طلعت فبصوا عليها تاني مره اخرى. فقال انا عايز احكي لهم هنا انه ليه العقوبه طلعت يوم 6 واعلنت يوم 16 بجواب رسمي وعرفناها احنا امبارح يوم 20. مثلا يعني انا بتكلم كل الاسئله دي احنا برضو سالناها لنفسنا، ليه حصلت كل الديليز دي والحاجات المتاخره دي والجابس اللي موجوده في القرارات؟ ليه لما في يوم 6 تم اخذ القرار زي ما الجواب طلع من الاتحاد الافريقي، ويوم 16 تم ارسال الخطاب
ويوم 20 احنا عرفنا الموضوع ده يعني حتى ما عرفناهوش يوم 16 بالظبط يا كابتن. بالظبط يعني بالظبط انا كنت اسالك في السؤال ده برضو بس حضرتك يعني حضرتك سبقتني في السؤال. انا بسال نفس السؤال ده، ليه الاتحاد الافريقي خلى كل الفترات الموجوده دي وخلى الامور تبقى يعني؟ انا طبعا من وجهه نظري انهم كانوا عايزين مش عايزين ياخدوا قرار قبل النهائي ما يتلعب يعني. طب والنهائي اتلعب وخلص يا كابتن بقاله دلوقتي عندك بقى دخلت بقى ايه لو تم اثبات ان هناك رشوه انت بتقول انه تسحب البطوله وانا بقول ان لا انا بقول لك اكيد حضرتك ادرى مني بس بقول لك انا قريت والله كده. انا هقراها ثاني انا بقول لك في الديسيبلين ريكورد ده انا اخر مره قريته من سنه فدلوقتي ممكن يكون في ديسيبلين ريكورد جديد انت قريته وانا هخش على الويب سايت بتاع الكاف واطلعه ان شاء الله واطلع لك البند اللي بيقول اصل في حاله اعاده المباراه يا كابتن شطه يعني كده مباراه الاهلي والترجي هتتلعب ثاني لو الترجي كسب مش كده؟ انا بقول لك الامور معقده بس هم لسه ما اثبتوش انه الحكم مرتشي. لو اثبتوا الحكم مرتشي دخلنا في مشكله كبيره جدا. ازاي لجنه المسابقات هتجتمع وتقرر؟ هي اللي هتجتمع وتقرر لجنه المسابقات. خلي بالك من الحته دي. طب انا هسالك سؤال مباشر يا كابتن شطه. يعني انا هسال الكابتن شطه اللي هو مش هقول اهلاوي، اللي هو الراجل اللي لعب كوره بعدد شعر راسه والراجل اللي هو يعني اتمرمط في تراب النادي الاهلي والراجل اللي هو بكلمه بضمير دلوقتي، ما هي قناعاتك الشخصيه بهذه القرارات؟ والله شوف انا بعتقد انه حصلت حاله ارتباك في الاتحاد الافريقي نتيجه هذه الشكاوى واخطاء الحكام الفادحه اللي حصلت في مباراتين او ما داعي الترجي انه هناك في الحكم مهدي اغسطس في الحكم الزامبي وتعقدت الامور واخذوا القرارات دي ومستنيين جلسه الاستماع. هل جلسه الاستماع للحكمين هتحدد اذا كانت هناك رشوه؟ اللي انا اعرفه في الحاله دي بيجيبوا لجنه المسابقات كامله في اكثر من 18 واحد بيقعدوا بيشوفوا المواضيع دي ويجيبوا الديسيبلين ريكورد ده ولا اللوائح كلها وتتحط قدامهم عشان يشوفوا هيحصل ايه، والامر هيبقى في منتهى الصعوبه. انا بقول لك انه الحكام دول لو اثبتوا تورطهم احنا في حيره حقيقه. الاتحاد الافريقي هيبقى والله قدام الادله والبراهين يا كابتن شطه. اهلا وسهلا. ما انا بقول لك الاتحاد الدولي مستني برضه الحقيقه التحقيق ده عشان برضه عنده بطوله بعد اسبوع او 10 ايام. كفايه انه اوقف مهدي ما خدوش البطوله، اخذ الحكم بملاك الاثيوبي. لا هو ايقاف الحكم مهدي ده يعني انا هكلمك بقى بصراحه كابتن شطه بقى، ايقاف الحكم مهدي ده ايقاف ملوش اي داعي غير ان هو يعني يقول ان الجماهير الاهلاويه تسكت، والجماهير الاهلاويه ما بتسكتش ولا الاهلي بيسكت. لا انت لو انت فعلا ادانت حكم كان الجدير ان انت تدينه في نفس ادانه الحكم او في نفس وقت ادانه الحكم سيكازوي، لكن انت بعد 9 ساعات لما لقيت الدنيا اتقلبت عليك جاي تطلع قرار ان انت بتدين حكم اساسا، وانا مش عايز اقول يعني قطع لسان اللي يتكلم على الاهلي ان هو يقدم رشاوي، عمرها ما تحصل ولا الاهلي في حاجه زي كده ولا الاهلي في ان هو ممكن يفكر في حاجه زي كده، لكن هناك ادله وبراهين قدمها فريق اول اغسطس قدام الاتحاد الافريقي اللي هو اتهم الحكم عشان يجي يدافع عن نفسه، لكن لم يتهم الحكم الجزائري عشان يجي يدافع عن نفسه. ده اللي وصلني. والله انا معاك، بس انا برضو لما قريت الجواب بتاع مهدي لقيت انه طلبوا عايزين يستمعوا للحكم مهدي، تعالى عايزين يسالوه انت ليه كذا، ليه رجعت في قرارك، ليه الفار لما بعت لك حاجات كده يعني. تمام. القرار بتاعته في الملعب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا طبعا، ما فيش اي مشكله خالص. انا بقول لك قرارات واضحه، ضربتي جزاء احنا لا نشك فيهم تماما، بدليل انه كان قانع تماما مع الاعاده انهم ضربتي جزاء، وبالتالي ده حاجه يعني الحكم مهدي لم يخطئ او لم تكن له اي شبهه فساد او اي حاجه، ولكن هتقول ايه؟ ضغوط شديده على الاتحاد الافريقي فلازم يحاول انه تبالانس الامور يا كابتن شطه. انا بشكرك جدا جدا على هذه المداخله اللي وضحت فيها حاجات كتير جدا. كابتن شطه نجم الاهلي السابق ومسؤول الاتحاد الافريقي البارز سابقا، شكرا جدا ليك. يعني كل حاجة وضحت قدام حضراتكم يعني من الكابتن شطة نفسه، ما يعني ما رضيتش أضغط أكتر من كده في الأسئلة لأن كل حاجة باينة، كل حاجة باينة. أنا قلت الريحة بدأت تبقى وحشة، الريحة نفسها بدأت تبقى وحشة، بدأت توصل لنا هنا، مش حلوة مش حلوة. يعني احترموا إن في ناس بتفكر، بس احترموا إن في أطفال بتفكر. لو أنت جيت لطفل صغير كده، انا ابني صغير لسه يعني عنده ما كملش 14 سنه ولا 12 سنه،
بيقول لي يعني ازاي ياخدوا قرار الصبح وبعدين بالليل ياخدوا قرار تاني، باينه قوي باينه قوي يا بابا ان هم يعني بيعملوا كده عشان تسكتوا، والاهلي ما بيسكتوش ولا يسكتوا، خصوصا في بطوله كبيره يعني. نعيد الماتشات مفيش مشكله خالص، اثبتوا ان الحكام خدوا رشاوي مفيش مشكله خالص، وقطع لسان اللي يقول على الاهلي اي حاجه خالص، الاهلي مش محتاج، الاهلي سيد افريقيا، الاهلي هو اللي عامل لكل حاجه طعم. كفايه. طيب يلا عماد، طيب طمنكم بقى بسرعه كده على اخبار الاهلي، وهيبقى معايا عماد يوسف من الامارات بعد كل عشان برضو يكلمنا عن مباراه الوصل والاهلي. الاهلي بينهي مرانه الاخير في الامارات بالتدريب على ركلات الجزاء، باتريس كالتيرون مرن اللعيبه في نهايه التدريب على ركلات الجزاء، اكيد طبعا كان في فقره بدنيه فقره تكتيكيه، وفي الاخر خالص طبيعي جدا ان هو يمرن لعيبه على ضربات الجزاء احتسابا ممكن يحصل بكره، ولا قدر الله ان شاء الله مش هنلجا لضربات جزاء ان شاء الله. الاهلي بكره هقول لكم كمان الاخبار، حسام عاشور قال ايه وكل اللعيبه بتقول ايه، ان هم يعني على قدم وساق وعلى استعداد كامل ان هم يجتازوا هذه المباراه. دي لقطات طبعا قدام حضراتكم في مباراه في تمرين النادي الاهلي، باتريس كالتيرون بيقول ان هو المباراه صعبه ودي حقيقه. الوصل الاماراتي انا هقول لكم يعني موجز الاخبار عشان انا طولت على ضيوف الكرام، موجز الاخبار ان باتريس كالتيرون بيتكلم مباراه صعبه لكن الاهلي مركز، بيتكلم ان كان في فتره زعل كبيره قوي لازال الفريق بيعيشها عشان الخساره الافريقيه، لكن اللعيبه بتتغلب على الاحزان بتاعتها بمباراه الغد ان شاء الله يفوزوا في هذه المباراه، وان شاء الله يفرحوا جماهيرهم الحزينه جدا على ضياع بطوله زي بطوله افريقيا اللي كنا كلنا بنستناها بصراحه. ده طبعا يعقوب السعدي النجم الاماراتي معاه الاستاذ او السيد خالد الدرندلي. نزله برد معويه اكرام النهارده اصيب بنزله برد معويه، ان شاء الله بكره يكون موجود في التمرين باذن الله. محاضره بالفيديو لعيب الاهلي بعد العشاء، باتريس كالتيرون كل يوم بيعمل محاضره عشان يفرج لعيبه الاهلي على مباريات الوصل الاماراتي عشان يفكرهم بالمباراه الاولى. باتريس كالتيرون بيتكلم المباراه الاولى ما كانش الاهلي وحش فيها، بيتكلم ان هو كان كسبان 1-0، بيتكلم ان هو في اخر 10 دقائق بس جه فينا جون، وبعد كده جه فينا جون تاني لما انت كنت بتدور ان انت تجيب هدف تاني جه فيك جون تاني، فبيتكلم ان هو في المجمل الاهلي كان كويس، الاستحواذ كان من نصيب الاهلي، بيتكلم ان المباراه ما كانتش وحشه بالنسبه للاهلاويه او بالنسبه لفريق الاهلي، فعشان كده بقول المباراه صعبه لكن في متناول الاهلي ان شاء الله زي ما هو معود. طيب اخد الاستاذ عماد يوسف رئيس تحرير قنوات ابو ظبي الرياضيه. عمده مساء الفل يا عمده. مساء الفل، اهلا بيك يا كابتن جديد منور الشاشه، واهلا بكل الساده المتابعين ليك، وان شاء الله تكون مباراه حلوه باذن الله. يعني الناس هنا في كل قناه بيسلموا عليك يا عمده. تعيش عيش الطعام انت عارف يعني يعني كله سمير مخرجنا الجميل سمير عكاشة وكله بيسلم عليك، مش عارف اقول لك بقى دكتور يا استاذ عماد، الناس عارفه ان انت صاحبي وحبيب قلبي، فمش يعني وحازم البرع بيسلم عليك، كل الناس بتسلم عليك بصراحه. طبعا كلهم حبايبي واخواتي ودايما موفقين والله العظيم، شغل كويس. انت طبعا يعني حاجه جميله جدا، كل الناس هنا بتحبك وواجهه مشرفه لينا بره مصر في اي مكان بتروحه، وحاجه جميله جدا، وكله يعني بيقول الدكتور عماد يوسف حاجه مثال يحتذى به بصراحه، لازم اقول لك الكلمتين دول بس ما تتغرش يعني. طمنا بقى، مستقبلين الاهلي ازاي وعاملين ايه مع الاهلي؟ قبل تدريب الاهلي مش هعرف ارد عليك على حوار، فقول براحتك. طمنا على الاهلي ومستقبلينه ازاي عندكم؟ طبعا شيء طبيعي، انت بتتكلم على بطل، بتتكلم على النادي الاهلي، واحد من اهم واحسن الانديه سواء بنتكلم على المستوى الافريقي او حتى على المستوى العربي. النادي الاهلي سمعته كبيره جدا، سمعه كبيره، فشيء طبيعي يتم استقباله بشكل اكثر من رائع. الاخوه في الامارات حقيقه يعني عشان مش عشان عايشين بينهم بس، هم ناس يعني بيعرفوا يحتكوا بالناس بشكل جيد جدا. بيعرفوا يعني يقدموا صوره متميزه عن سمعتهم وعن طريقتهم في حبهم للناس. طبعا حبهم لمصر شيء مفروغ منه. يعني مواقفهم بشكل عام مواقف تاريخيه. والاهم والاحسن والاحلى ان احنا كلنا يعني بنفتخر ان احنا بنغطي بطوله تحمل الرحم العظيم
الشيخ زايد رحمه الله عليه، البطوله بتحمل اسمه كاس زايد للانديه الابطال، هو عام زايد السنه دي. طبيعي المباراه ان شاء الله باذن الله تليق بفريقين، وان الاخوه الاماراتيين طبيعي ان هم يعني ده الطبيعي بتاعهم ان هم يستقبلوا الاهلي ويستقبلوا اي نادي مصري بشكل اكثر من رائع. والاحلى والاجمل كمان ان انت بتتكلم على بطوله بتحمل اسم الشيخ زايد، فبالتالي في اهتمام بشكل غير طبيعي. النادي الاهلي من ساعه ما جه طبعا استقبال مميز، حتى النهارده بتساعد مع الاستاذ خالد ترندلي عضو مجلس اداره نادي الاهلي، راجل سعيد جدا ومبسوط على حفاوه الاستقبال. النادي الاهلي الناس بتعمل حساب كويس جدا جدا جدا. المباراه بشكل عام هتيجي مباراه مش هتكون سهله، مباراه بين الطرفين مش هتبقى سهله، لان الطموح للفريقين طموح هو هدف واحد. انت عايز تصعد للدور القادم دور الثمانيه، وبالتالي الامور صعبه. النادي الاهلي راجع من خساره نهائي افريقيا، وبالتالي عايز يعوض البطوله الافريقيه. طب خلينا نتوقف عن النقطه دي يا عمده، يعني خلينا نتوقف عن الخساره الافريقيه، وما هو رد الفعل بالنسبه للمدرب حسن عبدولي مدرب الوصل الاماراتي؟ هل هو حاطط الهزيمه في دماغه؟ يعني ازاي؟ اكيد طبعا انت في الدوري الاماراتي وعارف ردود الافعال عندك، بيفكر في المباراه ازاي خصوصا بعد الخساره الافريقيه؟ هل هيستغل اللي عامل الخساره ده عامل سلبي للنادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي، عارف الموضوع ده ممكن ما يهزش النادي الاهلي؟ قول لي، دخلني في دماغه شويه. شوف كابتن حسن عبدولي راجل جه السنه دي بعد سلسله من الهزائم كتيره، وخلينا نشرح للناس فريق الوصل. فريق الوصل السنه اللي فاتت وضع من الفرق الكبيره جدا، وبالمناسبه فريق الوصل من الفرق اللي لها جمهور كبير، جمهور يعني جمهور لما ممكن يحضر الماتشات بتاعته، مباراته مع العين مع الجزيره في الماتشات الكبيره خاصه السنه اللي فاتت كان ماشي بشكل اكثر من رائع، كان الجمهور بيبقى مأكل الملعب تماما. اوكي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي الناس لازم تكون عارفاها ان السنه دي نادي الوصل مختلف عن السنه اللي فاتت، مش ماشي يعني قبل وسوء مستوى واهتزاز النتائج مع بدايه الموسم السنه دي في الدوري الاماراتي، وبالتالي تم الاطاحه بالمدير الفني ودي الكابتن حسن عبدولي. الكابتن حسن قدر انه يعمل التوليفه انت عارف المحليه المميزه، يعني قدر يرقص الفرقه على رجلها بشكل كويس، قدر انه يمسك شكل حلو جدا سواء على مستوى الدوري او حتى لو هو تعادل كان اول مبارياته كان قابل النادي الاهلي في القاهره، وكل الناس طبعا كانت بترجح خسارة النادي الاهلي. التعادل الايجابي بهدفين دي كانت اولى مفاجات هذا المدرب مع فريق الوسط، فقدر انه يعمل له حاله توازن جديده. انت بتلعب مع بطل افريقيا وبطل العرب وبطل مصر، فبالتالي كانت دفعه معنويه كويسه جدا، قدر ان هو معنويا وانت لعيب كوره ميدو عارف بعد فتره ابتزاز مع مدرب جديد يقدر انه يوقف الفرقه على رجلها. تمام. نادي الوصل عنده مجموعه لعيبه خلي بالك تاثرات كويسين عشان الناس ما تفتكرش ان المباراه سهله. عنده اثنين في نص الملعب هما الاثنين الاساسيين، الاثنين لعيبه ارتكاز في نص الملعب الاساسيين اللي لعبوا في منتخب الامارات. اثنين لعيبه علي سلمين وخميس اسماعيل، اثنين لعيبه مميزين جدا، اثنين لعيبه عارفين بيعملوا ايه، اثنين لعيبه بيعرفوا يقولوا كورات كويس جدا. الاربعه الجزء الهجومي لفريق الوصل هم اربعه اجانب، فيهم اثنين على مستوى عالي جدا جدا سواء ساي سواء فاتيو لينا، ودول اثنين لعيبه برازيليين على اعلى مستوى، على اعلى مستوى على المستوى البدني وعلى المستوى الفني. دي حقيقه. اتفرجت على تدريباتهم قبل ماتش الاهلي، الحاله المعنويه كبيره جدا وعاليه جدا سواء عند اللعيبه او عند الكابتن حسن. ارجع لك الكلمه بتاعت الكابتن حسن. النهارده انا بتكلم مع الراجل، طبعا الناس بتقعد تقول لك ان النادي الاهلي وراجع من افريقيا ومهزوم وشكله وطريقته لعيبه ومصابين. الراجل النهارده فاجئني ان هو عامل حساب جامد جدا للنادي الاهلي بان هو بيرتكز على حاجه في منتهى الاهميه. بيقول لك انا بلاعب فريق هو بطل افريقيا، يعني حسابيا قال لي ده فريق وصل للنهائي بلاعب الترجي، انت لو كنت كسبت مباراه العوده فانت كنت هتشيل كاس افريقيا، فانت خلاص انا بلاعب بطل افريقيا. الموضوع بالنسبه لي منتهي. فريق الاهلي مش فريق طلع من الدور الاولاني، ولا فريق طلع من دور المجموعات، ولا فريق واقف على بشكل جيد. الاصابات هو عارف ان النادي الاهلي من الممكن جدا ان اللعيب اللي ممكن يكون حتى بعيد او ان هو مش شارك في اساسي وجوده بحد كبير هو ممكن يكون محور اختلاف في حياته كلاعب. يعني تمام. يعني على سبيل المثال النهارده بيقول لي كريم بنت كنت نلعب ناحيه اليمين. يعني هو الراجل بيقول لي احمد فتحي موجود في اليمين، يقول لي هاني محمد هاني
حافظ طبعا، حافظ كل حاجه. فكان اللي كان ممكن يلعب يقول لي لعيب منتخب مصر عندكم في المنتخب الاولمبي. فخد بالك ان الراجل مركز كويس قوي، عارف لعيبه النادي الاهلي، عارف سمتهم، عارف ان انت لازم تبقى عامل حساب للنادي الاهلي. ده كان كلامه النهارده على فكره في مقابلته للعيب، ان اوعى تفتكر ان التعادل الايجابي بهدفين هو مسهل مهمه الوصل على حساب النادي الاهلي. لا، هو المباراه صعبه جدا اكيد سواء للاهلي سواء للوصل عشان النتيجه طبعا، وعلشان احنا كبنحب النادي الاهلي وكمصريين وعايزين النادي الاهلي كاهلاويه يفوز ويستمر بكل تاكيد في البطوله. فانت بتقعد تسرد هو النادي الاهلي مصطفى عامل ازاي؟ يعني كان السنه في افريقيا حالته المعنويه تمام، عنده اصابات كتير، لكن كل اللي انت شايفه سلبي المدير الفني للوسط مش شايف ده ولاعيبته مش شايفه ده، عشان كده هينزلوا بكره يقاتلوا في الملعب. بالمناسبه الراجل دعا للجماهير انها تحضر بكثافه، بان لغايه دلوقتي احب اقول لك ان 25% التذاكر اللي تم طرحها لجماهير النادي الاهلي طبعا بيعت بالكامل، لكن لسه 75% لم تبيع بشكل يعني نهائي للجمهور الاماراتي سواء الوصل او غيره من الجماهير الاماراتيه اللي عايزه تستند الوصل. وانا طبقا لمعلوماتي بقول لك ان من الممكن تشوف اكثر من 25% من الجماهير للنادي الاهلي اكثر من كده اللي طرح. يعني ممكن نسمع بكره ان تم طرح حاجه جديده، يعني بس في اطار ان لو التذاكر ما اتباعتش اعتقد ان من الممكن تطرح للجمهور المصري عشان الملعب يبقى بشكل كبير. لكن النهارده الراجل كابتن حسن دعا الجماهير الاماراتيه انها تثابت بان شايف المباراه صعبه جدا على نادي الوصل، لانه عارف الاهلي لعبته قدر ما هي تعوض، عارف ان النادي الاهلي عنده مجموعه من اللعيبه المميزه سواء لعيب ماشي سواء لعيب احتياطي سواء لعيب احتياطي، عارف ان الاهلي عنده الشخصيه في الملعب اللي يقدر ان هو يكسب بيها المباراه، وبالتالي هو عنده ضغوط كبيره جدا من جمهوره، عنده ضغوط كبيره جدا انه عارف انه بيلاعب فريق كبير. فاعتقد ان الراجل عامل حساب زميله للمباراه بشكل جداً. واكيد عارف ان الاهلي كان واخد من تفكيره جزء كبير جدا البطوله الافريقيه في مباراه الوصل السابقه. طبعا مليون في الميه، لان حتى لو تتذكر ان المدير الفني للنادي الاهلي طلع بعد المباراه الاولى وصرح بده في المؤتمر الصحفي. بالظبط. يعني الراجل في البريس كونفرنس بتاعه قال لك لعيبتي تفكيرها في ماتش الترجي، ويمكن ده طبيعي. انت بتحاول انت وفرقتك تخرج الفرقه من جو مباراه علشان تنافس مباراه ثانيه، بس في التوقيت ده لو تتذكر كان صعب قوي انك انت تشيل من دماغك مباراه الترجي، الامور كانت صعبه. انا تمام نظري على اللي شفته النهارده في تدريب حتى الاهلي، اعتقادي ان الاهلي هيبقى شكل مختلف تماما قدام فريق الوصل، سواء على مستوى الروح، سواء على مستوى الاداء، سواء على مستوى ان شاء الله النتيجه. لكن المباراه هتبقى مباراه، قلت لك المباراه هتبقى كبيره اكيد، مباراه مش سهله، وانا شايفها يعني هتبقى نقطه تحول ان شاء الله قبل ما النادي الاهلي يبدا في المعترف المحلي بتاعه. بالمناسبه خلينا اضيف لك المشوار خلال الفتره اللي فاتت من ساعه ما الاهلي لعب الوصل في مباراه الذهاب اللي انتهت بتعادل ايجابي في اسكندريه. الوصل مشي في الدوري بشكل كويس جدا، لعب في كاس الخليج العربي اللي هو زي يعني كاس المحترفين عندنا في الامارات، برضه ماشي بشكل اكثر من رائع. الفرقه الملحوظه اللي انا باخدها على فريق الوصل ان هو الشكل التهديفي او المعدل التهديفي لفريق الوصل عالي جدا، لانه عنده من اهم المهاجمين زي ما قلت لك موجودين في الدوري الاماراتي وعندهم عروض كبيره جدا سواء تايو او ليما او حتى باتيو ليما او ليما اسجازو. وعاوز اقول لك ان بيتاخد على فريق الوصل انه ممكن يخش فيه هدف واثنين وثلاثه، يعني اخر مباراه في الكاس يعني بيهدف وبيستقبل اهداف يستقبل اهداف، لان هو انا بشوف مشكلته في خط الظهر، عنده مشكله في اثنين المساكين يعني طيبين شويه بلغه الكوره. فده ممكن يكون عامل ايجابي ليه النادي الاهلي بشكل كبير. يا رب يا عمد. انا عارف طبعا الاستاذ يعقوب السعدي وانتم بتعملوا كل ما يعني في الامكان مع قناه نادي الاهلي، فطبعا مش هوصيك يعني يا عمد. قناه الاهلي بيتنا، وبصراحه اي حاجه تعوزها قناه النادي الاهلي في الامارات في المباراه اي حاجه يعني على دماغنا. حبيبي يا عمد ربنا يخليك. انا اخر سؤال هساله لك بقى، يعني اخر سؤال هساله لك بقى، اخبار الدايت ايه؟ اخبار ايه الدايت؟
لا زي الفل. تمام طيب احنا بنطمن عليك عشان برضه تعرف الناس انا عايز اطمن عليك. كابتن خالد بيوم قال لك قال لي بقى له 14 سنه بيعمل دايت. بقى لي ايه؟ انا بقى يعني بهدي النفوس. بقى لك 14 سنه بتعمل دايت. احسن ما في طلب في النار. عماد يوسف نجم الاهلي السابق في الاعلام واللي مشرفنا في كل مكان بيروح، وشكرا جدا على هذه المداخله وهذه التوضيحات الهامه جدا. عماد يوسف اتكلم في كل التفاصيل، يعني هو عماد عايش طبعا في الدوري الاماراتي، عارف كل كبيره وصغيره عن فريق الوصل الاماراتي، قال لنا يعني حاجات كتير جدا. يا رب يكون حد سمعنا. واكيد طبعا باتريس كالتيرون عارف كل هذه النقاط، واكيد التركيز هيبقى زياده قوي قوي هذه المباراه عن المباراه اللي فاتت تماما، اختلاف يعني شامل عن المباراه اللي فاتت. كان معانا عذر كبير جدا ان احنا بنفكر في افريقيا، لكن خلاص احنا فضينا بقى، فضينا للبطوله العربيه، فضينا للدوري، عايزين نفرح جماهيرنا تاني. انا عايز بس يعني اعزي الكابتن شريف في ابن خالته، يعني كابتن شريف عبد المنعم طبعا في ابن خالته، البقاء لله كابتن شريف، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. قبل يعني حاضر بس يعني اقول لكم بس يعني كالترون كان بيقول ايه برضو في التصريحات اللي صراحه قبل هذه المباراه، بيقول ان كانت فتره صعبه جدا بعد خساره افريقيا، لكن ان شاء الله في المؤتمر الصحفي قال الكلام ده، ولكن ان شاء الله على الجميع ان يبدا من جديد وكلنا نتكاتف من اجل اسعاد الجماهير الاهلاويه. واتكلم عن احترام فريق الوصل في النقاط القوه اللي كان بيتكلم عليها عماد يوسف من شويه، وقال ان هم فريق لا يستهان به، لان هم ماشيين كويس قوي في الدوري الاماراتي وماشيين كويس قوي في الكاس زي ما عماد يوسف برضو قال. ولاعبه الاهلي بياكدوا ان هم جاهزين وبياكدوا على تحملهم المسؤوليه الكامله امام الجماهير الاهلاويه ان هم يرجعوا يسعدوهم تاني عشان ينسوهم اثار ما حدث فيه او اثار ما حدث في النهائي الافريقي ده اللي اتكلم عليه حسام عاشور وهشام محمد. انا بقول لكم بس المجمل عشان نطلع فاصل نستقبل فيه ضيوفنا الكرام، كباتن الكبار كباتن مصر والنادي الاهلي، الكابتن الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن الكبير الكابتن عادل طعيمه، والكابتن الكبير الكابتن محمد حشيش. استنونا بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم لسه في ملعب الاهلي، ونورني وشرفني نجوم مصر ونجوم الاهلي الكبار كابتن الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، منور الدنيا. اهلا بيك يا حبيبي، منور بيك وبالاخوه الزملاء. اهلا بيك ايضا النجمه الكبير كابتن عادل تيامه، منور الدنيا يا كابتن. منور يا كابتن، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. والنجم الكابتن محمد حشيش، منور الدنيا يا كابتن. ازيك يا ميدو؟ كله تمام، اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. النهارده يعني جايبني بقى في وسط يعني كباتن بتوع الكبار طبعاً، وحاجة مدربين يعني على المستوى عالي طبعا، فأنا يعني ظروفي صعبة النهاردة. ها وأنا كفاية تواضع. لا دي حقيقة كابتن، دي حقيقة. النهاردة أقيمت يعني 5 مباريات في الدوري العام في الأسبوع ال 15، كان فيهم مفاجأة خسارة المصري ب3 أهداف من حرس الحدود، مفاجأة كانت كبيرة جدا. لكن طلائع الجيش وبتروجيت 3-3 بعد ما كان بتروجيت متقدم 3-1 بيواصل أيضا المفاجآت بتاعته، لكن مفاجآت سلبية للأسف. المقصة النجوم 2-0 النادي المقصة، وحرس الحدود زي ما قلت لحضراتكم كسب المصري 3-0، الدجلة وبيراميدز 1-1، والإسماعيلي والإنتاج الحربي، الإسماعيلي بيواصل سلسلة الهزائم بالخسارة أمام الإنتاج الحربي 2-1 في الإسماعيلية. يعني كانت مفاجأة النهاردة مباراة المصري؟ لا والله هي مش مفاجأة الحقيقة، مش مفاجأة، لا مش مفاجأة الحقيقة. المصري بيقدم مستوى أولا سلوكيا وفنيا مستوى سيء جدا الحقيقة. يعني اعتراضات اللعيبة على الحكم طوال المباراة، الأداء سيء جدا، بيزعقوا البعض وبيزقوا بعض، والمصري مستواه من سيء لأسوأ فنيا وسلوكيا، اللعيبة مع الحكم وبينهم وبين بعض. فأنا بعتبرها الحقيقة مش مفاجأة الحقيقة. حرس الحدود كمان قدم ماتش من أحلى ماتشات يعني الحقيقه. الكيمياء بين المدرب وبين حرس الحدود واضحه وصريحه، ومن ساعه ما مسك الحقيقه بيقدموا مستويات ممتازه جدا 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 يعني. هو كابتن طارق العاشق تحس ان هو حاسس انه بيته يعني حاسس انه بيته، ومن ساعه ما مسك بقولك الكيمياء 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 واضحه بينه وبين اللعيبه الحقيقه. اداء ممتاز الحقيقه. كابتن عادل، كانت مفاجأة ولا كانت بالنسبة لك برضو مش مفاجأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكرة ما فيهاش مفاجآت. هناك فريق بيبقى بيحترم المنافس أيا كان وضعه في الجدول. لما يكون في فريق كان ماشي بخطى ثابتة، كان ماشيين كويس جدا، ثم الإدارة بتختلف مع الجهاز الفني لاعتبارات احنا مش عارفينها، فبعد استقرار 3 سنوات أداء ولا أروع بالظبط، مركز محترم جدا كان الثالث الدوري، ثم جهاز بيمشي، الوضع الطبيعي إنه يحصل نوع من أنواع الهبوط. الهبوط ده لأنه عملية تغيير المدربين ممكن جدا مع فترة 3.5 سنوات جهاز بيعلمك يعني إيه كورة ويعني إيه روح ويعني جمل تكتيكيه. طبعا الكلام ده كله ما شفناهوش النهارده. دايما النادي المصري بيلعب الكرات الصغيره، بعدين بيعمل كرات عكسيه. طبعا النهارده اعتقد انه كان بيفتقد 5 عناصر مهمه جدا نتيجه الايقافات، لكن ده لا ما يخليناش نغفل ان حرس الحدود النهارده بيلعب بروح قتاليه عاليه جدا، تنفيذ واجبات، بيستغلوا الجبهه اليمين بتاعتهم الجبهه الشمال للمصري، من كرات عرضيه في اعتقد 5 دقائق بيجيبوا جولين في منتهى الجمال، حاجات من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الدوري الاوروبي. الجول الثاني معرفش الاسطوبارين بتوع المصري كانوا فين، الراجل بيلعب كانه تمرين يعني، الكره بتجيله وبياخدها فيرست تايم، مفيش حد معاه خالص، كانها تمرينه يعني يعني. وبعدين الجول الثالث يمكن انا ما شفتوش، كنت جاي في الطريق، كان ممكن يجي جول رابع كمان. لعيبه المصري لعيبه كويسه جدا، وحسام وابراهيم والجهاز الفني معاهم عملوا فرق قويه جدا بالظبط. النهارده في عصبيه زياده، نرفزه زياده، احتكاك مع الحكم، ده ايه ده؟ ما كانش بيحصل قبل كده. ليه يا كابتن؟ طب انا مش عارف، متوترين ليه؟ في التوتر ده
المفروض انا الجهاز الفني بيبعد كل التوتر عن اللاعبين وبيديلهم دايما الاحساس بالمسؤوليه، ومفيش احتكاك لا بحكم ولا بمنافس. انت ركز في الجمل اللي انا قايلها لك وفي المباراه اللي انا قايلها لك، مالكش دعوه باي حاجه تانية، والعب بروح تنافسيه قتاليه محترمه بدون التعرض لا للحكم ولا للمنافس. النهارده كل التركيز على يا اما الحكم يا اما حاله الطرد كمان وحاله الطرد. لا انا عايزين المصري يرجع بسرعه معاه جهاز فني، كابتن ميمي راجل عنده خبرات وراجل يعني صاحب خبرات عاليه جدا، وبعت له رساله الهدوء، علشان الهدوء هيخلي اللعيبه بتركز. الحاجه اللي انت الشغل اللي انت بتعمله هيبقى باين في الملعب، مع العصبيه مع التوتر لا هيبقى فيه تركيز ولا هيبقى فيه نتائج. نتيجه العصبيه الزياده، ان العصبيه بتدي توتر اكيد بتفقد التركيز أكيد. النتيجه اعتقد انها عادله جدا، لانه فريق اجتهد، فريق عنده حافز، فريق عايز يهرب وهرب. ثلاث نقاط مهمين جدا ودول مركز ال 13 اهو كده بالظبط بالظبط. كابتن حشيش، انا شايف طبعا الماتش النهارده وضع طبيعي، اختلاف كلي وجزئي بين الفرقتين. فرقه كانت معاها مدرب بقاله كذا سنه، ثلاث سنين عمل حاله كبيره في بورسعيد واستلم فرقه كانت مهدده بالهبوط قبل ما يمسك حسام حسن. ابتدى يعمل فرقه من ولاد صغيرين ومعهم بعض الخبرات، خاض بيهم تجارب كتيره. الاهم من ده كله ان الولاد كمان يعني ارتبطوا بحسام حسن وبالجهاز ده ارتباط نفسي كمان. حسام عنده حته الـ بيراعي اول حاله النفسيه وازاي ياهل اللعيبه، يمكن دي كان واخدها من انا عشان قريب منه شويه، فعارف واخدها من الكابتن جوهري حته التاهيل النفسي. الولاد ارتبطوا بيه، ويمكن كابتن ابراهيم كابتن عادل يمكن اغلب المكاسب اللي كانت في البدايه من حسام حسن مع المصري كانت نتيجه للتجهيز النفسي بعيد عن الحاله النفسيه. الجدعنه والروح والاصرار على المكسب ولد فيهم، بس الحاجات دي ما بتدومش الحته طبعا. اما تيجي تشيل المدرب ده مره واحده ده وضع طبيعي. يعني في مثلا بعض اللعيبه في المصري ده من اختيارات حسام اللي اكتشفها وجابها من انديه صغيره وبقى عمل منها نجوم وبتبص لها دلوقتي في منتخب مصر. فالحاله دي كلها لما فجاه تشيل المدرب لازم الفرقه تبقى يعني تنزل. تغيير المدربين ساعات يعني يبقى ايجابي او سلبي. احنا مش عارفين في الحاله كوريس. دي في الحاله دي مش عارفين كواليس انا في رايي الحساب ولا الاداره اللي قالت شكرا، هل كان انا ما بقولش ان الاداره غيرت، انا بقول على الحاله اللي موجوده ان الراجل ساب الفرقه بتاعته ايا كان بقى هو بالزبط. ساب او هم اللي مشوه او كده فعمل طبعا دروب نفسي مع فرقه المصري. في الوقت نفسه الفرقه الثانيه بيجي لها صاحب البيت اللي كميته شغاله قوي معاها، بيعرف ازاي يلاعب الفرقه، حافظ فرقه حرس الحدود لسنوات عديده، بيقابلوا المصري بعد سلسله من المكاسب، كسب الاسماعيلي، معنويات مرتفعه. في الوقت نفسه برضو ان فرقه المصري لو شوف سير المباراه كابتن عادل جونين، يعني كان في استحواذ من فرقه المصري غالبيه الشوط الاولاني، كورتين عايز تطلع تليفون طيب خد ابراهيم عبد الخالق نجم حرس الحدود على فكره جايب جونين النهارده. ما احنا عشان كده من احسن ماتشاته. انا لسه كنت حاضر. مبروك يا ابراهيم، مبروك يا كابتن ابراهيم. الله يبارك في حضرتك يا كابتن حبيب، ومسي على الكباتن الكبار طبعا، الله يبارك في حضرتك. معايا طبعا الكابتن الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن الكبير كابتن عادل طعيمه، والكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، كله بيبارك لك على المباراه وعلى الهدفين الجمال بتوعك بتوع النهارده. الله يبارك فيك يا كابتن. الحمد لله، يعني بغض النظر عن الاجوان اهم حاجه ثلاثه بونت، يعني كاتمين فرقتين كبار ماتشين ورا بعض كبار، الاسماعيلي والمصري. وما ادراك ما من الاسماعيلي والمصري طبعا. الفتره اللي فاتت يعني بيقابلنا سوء توفيق. الحمد لله طبعا ربنا كرمنا ووفقنا، الماتش مكسب بيجيب مكسب والنتيجه ايجابيه بتجيب نتيجه ايجابيه. قدرنا نكسب النهارده المصري، عندنا ثلاث اهداف، وكان في ممكن نجيب اكتر كمان، بس الحمد لله طبعا اهم حاجه ثلاثه بونت يعني. اكيد ابراهيم، يعني مش هكلمك طبعا الهدفين اكتر ما هكلمك ان هي كانت بالنسبه لكم كنتوا متوقعين نتيجه، كنتوا متوقعين ان ممكن تكسبوا المصري نتيجه كبيره، ولا كنتوا متوقعين الماتش هيبقى ازاي؟ لا بصراحه مش متوقعين، ما فيش حد بيتوقع نتيجه. احنا كنا يعني
واثقين في نفسنا هنكسب، بس النتيجه بتاعت ربنا عشان ابقى صريح معاك يعني. انا واحد من الناس كنت متوقع ان انا اكسب على الاقل 1-0 او 2-1. انا واحد من الناس بصراحه. لكن كنت متوقع تجيب الجوان يا ابراهيم النهارده؟ لا يا كابتن. كنت متوقع تجيب الجوان؟ الماتش الوحيد من ساعه ما لعبت الحرس السنه دي، انا كل الماتشات الحمد لله، الماتش الوحيد اللي ما توقعتش اجيب جوان في الماتش بتاع النهارده. ما تتوقعش تاني بقى. لسه كنت هقول له الجول الثالث يا ابراهيم كان حلو قوي، الجول الثالث بتاعك حلو قوي. هو حلاوته يا كابتن الحمد لله ان انا يعني انا اللي بدات الكوره وانا اللي بصيتها وانا اللي كملت، فدي كانت حلاوته يعني اكتر من الهدف نفسه يعني. اكيد اكيد. يعني الكابتن طارق العشري يا ابراهيم بيبقى ليه مفعول سحر دايما كده مع حرس الحدود، انا عايز اعرف ايه الكيمياء اللي بين الكابتن طارق العشري والحرس وبينكم؟ والله يا كابتن ما يكون معاك طبعا، كان اولا كان بيقابلنا سوء توفيق مع الكابتن عماد سليمان غير طبيعي يعني، من المدربين الكويسين جدا جدا طبعا، شخصيات محترمه جدا. كابتن طارق يعني مدرب بيلعب على حته تنظيم جوه الملعب، ما بيحبش اللعيب العشوائي. بنقفل مع بعض مجموعه، بنطلع مع بعض، الخطوط بتبقى قريبه. هو بصراحه من اول يوم جه وهو التكتيك ده ما بيتغيرش يعني. بيحفظنا على طول في التكتيك وطريقه لعبنا. حضرتك تلاحظ احنا يعني الحمد لله الديفنس بتاعنا بقى كويس جدا، ما بقاش بنستقبل اهداف، بقينا الخطوط قريبه جدا من بعض الحمد لله، بقينا ازاي بنعرف ندافع وازاي بنعرف نهاجم. هو الكابتن من المدربين اللي هو بيحفظوا اللعيبه اكتر من انا عارف اسلوب الكابتن طارق. تمام. يعني من مدرب محترم جدا، من جهاز فني محترم بامانه يعني، كلهم طبعا يعتبروا ولاد النادي يعني، الكابتن طارق والكابتن محمود عطا والكابتن حليم والكابتن مكي يعني، كل الناس لعبت في الحرس وخدت 3 بطولات مع الحرس يعني. اكيد كميته ما شاء الله معاهم كويسه جدا يعني. كانوا 3 نقاط مهمين جدا يا ابراهيم النهارده، طلعوكوا للمركز ال 15، اكيد ناويين تكملوا يعني بعد سلسله الانتصارات اللي انتم ماشيين فيها. والله يا كابتن احنا عندنا الماتش الجاي دجلة عندنا، ومعسكرين من 3 ايام في ملعبنا اسلوب بتاعنا في خلاص حدود النفس قاعدين لحد يوم الماتش، فان شاء الله احنا عارفين انها فرقه كويسه جدا جدا، عاملين ماتشات كويسه قوي لسه النهارده متعدين طبعا مع فريق قوي جدا. بالظبط. احنا عاملين حسابهم الحمد لله، بنحفظ الفرقه اللي قدامنا، نعرف النقط القويه فيهم ونقط الضعف، فاحنا هنلعب عاديات باذن الله على النقط الضعف اللي فيهم باذن الله. كل التوفيق ليك والحرس الحدود والكابتن طارق، بس سلمنا عليه ونقول له الف مبروك، وكل التوفيق ليك يا ابراهيم في موقعك ان شاء الله. عايز اضيف بس وليد عطيه النهارده باجمل اهداف، اذا ما كانش الموسم يبقى اجمل اهداف الاسبوع يعني. كان هدف فعلا من احمد الشيخ، تمريره من احمد الشيخ عرضيه بدون اي رقابه من المدافعين. وعلى فكره الموضوع ده اتكرر كمان في الهدف الثالث بتاع ابراهيم عبد الخالق برضه، تمريره برضه من ناحيه الشمال بدون من امام عاشور بدون اي تدخل مدافعين. الحقيقه الدفاع بتاع المصري كان سوء تركيز غير طبيعي. لعيب كويس امام عاشور قوي، تمريره ده زي ما يكون مديها له بايده. بالظبط. الهدفين طبق الاصل الحقيقه، الثاني والثالث طبق الاصل دون اي رقابه من اي من المدافعين، سواء الاثنين المساكين او الاثنين بيتلعب منهم الاوفر، سواء الباك اليمين او الباك الشمال. الحقيقه المدافعين عندهم مشاكل في الدفاع جامده النادي المصري. تمام. يعني تكمله للكلام بتاعي، عايز اقول ان بدايه الماتش ما كانتش يعني الواحد يتخيل او يتوقع ان النتيجه هتبقى كده، وكان في استحواذ من النادي المصري كبير في الشوط الاولاني. يمكن طبعا كابتن طارق العشري عمل تامين دفاعي واعتمد على الحته المرتده، يمكن اللي راحوا بيهم على الجون في الشوط الاولاني اول واحده اللي عدت بالعرض وولد شاطها، اللي هو اعتقد احمد شيخ حطها فوق العارضه، الكورتين التانيين بجونين. فبرضه انت عارف الكوره برضه ميدو فيها نسبه كبيره من التوفيق طبعا. اما تطلع 2-0 الشوط الاولاني مع نادي المصري، نادي المصري الشوط الثاني للاسف طبعا هو ما اتغلبش يعني، ما جاش في جونين 2-0 شوط اولاني من المصري بقى له فتره كبيره. فجات لهم حاله من الصربعه، يمكن دي برضه انا بعتب على المدير الفني في الشوط الثاني ان هو يعني نالوا جزاء الضغط الهجومي بدون تركيز وبدون تامين الناحيه الدفاعيه لما جه فيهم الجون الثالث، لان هو 2-0 وعايز يهجم بكل الخطوط، مش متخيل ان المصري يتغلب 2-0، وده ادى طبعا للجون الثالث وخساره النادي المصري. النادي المصري لازم يلحق نفسه خلال الفتره الجايه عشان ما يدخلش في دوامه. انت عارف المكسب بيجيب مكسب،
والخساره بتجيب خساره. عنده لسه 5 مباريات مؤجلين وعنده 10 نقاط النادي المصري ممكن يرجع بسهوله جدا. كابتن عادل عايز تتكلم في حاجه في ماتش المصري ولا ننقل على ماتش ثاني؟ لا هو طبعا تكمله عشان الحق يعني النادي المصري اول ثلث ساعه ليه فرصتين. احمد جمعه حط واحده حارس المرمى وفق جدا انه يطلعها واحده ثانيه كمان ممكن لو في حاجه من دول دخلت كان ممكن الماتش يبقى فيه سجال. التوفيق مهم جدا في في اول ثلث ساعه في كورتين مهمين جدا ثم لكن طيب. اللي يستاهل النهارده الحقيقه النادي حرس الحدود المباراه بعد الثلث ساعه تسيد المباراه بالكامل واضاع فرص كتيره. هم ساعدوهم برضو على فكره النادي المصري ساعد حرس الحدود يبقى كويس اعتمد على الكره الطويله اللي هي كان حرس الحدود بيستولى عليها مساحات كبيره بيبتدي يبني بيها الهجمات وهم الحقيقه بيعرفوا يهاجموا وبيعرفوا يدافعوا يعني كانوا عدد كبير قوي في الهجوم وعدد كبير قوي في الدفاع بالتالي المصري هو اللي ساعد حرس الحدود انه يظهر بالمظهر الجيد ده. هو ابراهيم عبد الخالق اتكلم على تكتيك طارق العشري وقال انه بيحفظهم العصبيه اللي كانت موجوده في كمان حاجه فاقدين تركيزهم يعني لازم برضو نشير ليها برضو من نجوم المباراه احمد سعداني حارس مرمى الحرس كان هايل وموفق جدا جدا ويعني لان انت لو الكور بتاع كابتن عادل في البدايه دي كان ممكن تغير حاجات كتير طب اكيد انما ان هو يعني كان متصدي لاكثر من كوره بالذات كمان الكور العرضيه كان هايل النهارده الحقيقه اكيد احنا قلنا خلاص مباراه المصري والحرس انتهت بفوز الحرس 3 اهداف ابراهيم عبد الخالق جاب هدفين وليد عطيه جاب هدف ننقل عن مباراه طلائع الجيش وبتروجيت اللي انتهت 3-3 كابتن عادل وبتروجيت كان متقدم لغايه الدقيقه 90 3-1 لكن الجيش جاب جولين في اقل من 4 دقائق. طبعا المباراه دي ما كانتش متذاعه ما شفناهاش فطبعا انما احنا شفنا سمعنا في الراديو انه كان النتيجه 3-1 فاضل 4 دقائق بيجي 3 اجوال في وبعدين حصل نوع من جابوا جولين من التحكيم يعني التحكيم طبعا احنا ما بنتكلمش عنه لكن احيانا بيبقى في قرارات بتبقى مؤثره في نتيجه المباراه اكيد فطبعا كفاح الطلائع لاخر دقيقه وعنده امل لاخر دقيقه ان هو بعد ما كان 3-1 يجيب جولين في 4 دقائق دي طبعا لازم نحيي فيها الجهاز الفني ونقول هارد لك هارد لك للكابتن مؤمن سليمان مؤمن ماسك الفريق الاول مباراه فكانوا عاملين جيم كويس جدا ومتفوقين من البدايه لكن بنحيي برضو الطلائع ونقول ايه اللي بيلعب لاخر دقيقه بالظبط بالظبط النتيجه بتنتهي مع صفاره الحكم صحيح دي حقيقه يعني الاصرار طبعا الاصرار العوده بعد الخساره 1-0 ويتعادل وبعدين 2-1 3-1 وبعدين يتعادل وله برضو كرة في الاخر اللي حصل فيها جدل وحصل مشكله يعني كبيره اعتقد يعني وحصل مشكله في المباراه دي تحسب طبعا لكابتن حلمي انما انا اعتقد ان البدايه انا اتفرجت على شويه كده في الشوط الاولاني كان يمكن التفوق شويه لبتروجيت ناحيه الاستحواذ والخطوره على المرمى بتروجيت حاجه ظاهره غريبه جدا في الدوري السنه اكتر فرقه بتوصل واكتر فرقه ما بتسجلش يعني انا متهيألي شميلز بيكلي اكتر لعيب في الدوري ضيع فرص وضيع اجوال والهداف والهداف تخيل يعني حاجه غريبه يعني حاجه غريبه ضيع اجوال كتير جدا هو لعيب هايل طب لكن يعني موضوع طيب معايا كابتن حماده انور مدير الكره في نادي بتروجيت كابتن حماده اهلا بيك مرحب بيك ومرحب بالكباتن الكبار اللي مع حضرتك اهلا بيك معايا كابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن عادل طعيمه كابتن محمد حشيش بيرحبوا بيك يا كابتن حماده اهلا بيك جدا وسعيد ان انا مع الكباتن الكبار اللي موجودين معاك يعني باين من صوتك طبعا ان انت زعلان جدا واكيد لازم تزعل بصراحه بتقدموا كره كويسه جدا بتقدموا كره حلوه جدا لكن مفيش في الاخر مش عايز اقول توفيق اكيد في حاجه غلط يا كابتن حماده والله ميدو يعني انا نفسي يعني النهارده بالنسبه لي كان يوم من اصعب الايام اللي مرت عليها في حياتي يعني. اكيد انك انت في الدقيقه 90 بيجيب الجون الثالث اللي خلاص الماتش خلص يعني ويدخل فيه جونين في دقيقتين حاجه غريبه جدا واللي محيرني اكتر ان الولاد عندي ملتزمين جدا 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 ولاد محترمين جدا كل حاجه بتتعمل انت لاعب 14 مباراه كابتن ميدو هات كل مباراه بتروجيت انا عارف
ال 14 مباراه انت متفوق فيها. ده من ايام لا وكمان متفوق بكره حلوه، دي حقيقه كنا بنقول كده في الاستوديو، عشان كده احنا كلنا مستغربين بتروجيت بيقدم كره حلوه جدا. يعني بتروجيت لو كان جاب نص الكور اللي ضيعها وكان حافظ شويه في دفاعاته كان زمان اول الدوري مستريح. كل الماتشات كده، كل الماتشات كده. طب اكيد اكيد في حاجه كابتن حماده، اكيد في حاجه. ما هو اللي في حاجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني الواحد مش قادر يقول في ايه، يعني انت فاهم ازاي؟ انت زي ما بقول لك يعني انت لعبتك لعيبه كويسه محترمه ملتزمه، يعني حتى في الصلاه صلاه الفجر تقول ان احنا مثلا في صلاه الظهر او صلاه العصر. انا عارف انا عارف ما شاء الله بتروجيت طول عمرها كده. يعني بكلمك يا كابتن اللي انت حتى مش عارف تقول لعيبتك ايه. يعني ما فيش خروج عن النص، المواعيد، الالتزام في كل حاجه، وبناء عليه انت بتأدي كده يا كابتن. يعني خلي بالك هو احنا نقدر ايه، انك انت لو في حاجه مش طبيعيه انت مش هتأدي. يعني مش هتأدي، مش هيبقى شكلك كويس بالظبط، فخلاص يبقى عندك. لكن انت مع احترامي لكل الفرق، انت كل الماتشات اللي انت لعبتها انت الافضل، دي حقيقه. فانت طب اللعيب هتقول له ايه؟ يعني اللعيب هتقول له ايه؟ في اخطاء، في اخطاء، الاجوال بتدخل باخطاء، بس مش لدرجه ان الغلطه بجول. يعني انا ما شفتهاش في الكوره، فاهمني يا كابتن؟ يعني انت دلوقتي ممكن بتروح، يعني احنا النهارده مضيع فرص كتير جدا قبل ما تجيب الثلاث اجوال. انت الكوره بتروح عليك بتدخل جول، دي حقيقه. ما فيش مره ايه كابتن حماده النهارده. عايز اقول لك يعني يا زمن الظروف اللي انت بتقول لها دي كلها، يعني يمكن هو بس اللي ممكن تلاقي السبب الوحيد هو عدم التركيز من بعض اللعيبه او من الخط الدفاع بالتحديد. لان لما يجي في جون في الدقيقه 91 و94 في ثلاث دقائق جونين، فده اكيد التركيز غاب تماما يا كابتن عادل. حصلت معايا، مفيش غير كده، يعني مفيش غير كده. ثلاث جون في 7 دقائق. اه بالظبط بالظبط. يعني كمان مش بلاعب فريق مثلا، مش اول مره، دي مش اول مره. يعني مش مثلا بلاعب الاهلي الزمالك، ان بلاعب فريق كبير فاللعيبه بتاعتي ممكن تخاف منهم او ممكن تهرب منهم. 3 جون في 7 دقائق. بعد كده انا زي ما اقول لحضرتك يا كابتن، انا دلوقتي الكورتين اللي راحوا عليا دخلوا جونين في دقيقتين. طب يعني انت يعني معرض ان انت تبقى فريق مش محظوظ، دي حاجه مش طبيعيه. فاللي بتروح عليك بتدخل جول، مع انك انت بتضيع كل ماتش مش اقل من 9 10 فرص. يعني فرقه الجيش دي يا كابتن ميدو كسبانه جونه الاسبوع اللي فات 5 بالظبط، انا النهارده كسبت 3 وخلاص. يعني كلنا حتى معلق المباراه قال المباراه انتهت تماما، المباراه انتهت. وبعد كده اداء وكوره، يعني اداء واهداف. اقول ان انا بجيب جوال صدفه؟ لا، اداء واهداف. يعني كابتن، يعني كابتن كنت انا اقول لك بسرعه كده عشان وقتنا، يعني كان مورينيو كان بيمر كده مش فاكر كان في دوري ايه بالظبط، وكان عنده مشكله برضو ان هو بيجي في جوان في الاخر وماتشات متكرره، فقال ان انا عملت مدرب مخصوص بيبدا ينبه على اللعيبه في اخر المباريات كده او اخر وقت المباراه، بيبدا ينبه بس اللعيبه، يصحصح اللعيبه لان اللعيبه كانت بتسرح منه او بتنام منه. ليه ما تفكرش تعمل كده، وخصوصا الموضوع ده متكرر عندك في البروجكت؟ ان انت النهارده الدكه كلها باللعيبه، باحمد رؤوف وعلي فرج، اللعيبه الخبرات كلها واقفه على الخط. يعني كله بينبه وكله، لكن انا بقول لك انت كورتين بجونين، انت لو شفت كره جعفر اللي دخلت الجون، شفت انا يعني حاجه يعني حاجه بصراحه. يعني انا بقى يعني اقول ايه؟ طيب يعني مع احترام، يعني اقول ايه؟ كنت الكوره داخله ازاي؟ وسط ضعيفه ازاي؟ تدخل ازاي؟ يعني لكن انا هي دي كره القدم، فيها الكويس وفيها الوحش. الحمد لله طبعا، بقول الحمد لله ان انت برضو كنت ممكن كمان تخسر، يعني ما انا هقول ايه؟ ما كان ممكن برضو تخسر، معلش الحمد لله. الدوري صعب السنه دي الحمد لله، وانتوا فرقه كويسه، بتروجيت فرقه كويسه، ده اللي يعني مزعل معظم يعني الناس. طمني شويه، احنا عندنا مجموعه لعيبه كويسه، اتمنى التوفيق المباريات الجايه باذن الله. الكابتن حشيش هيسالك سؤال بسرعه. كابتن حماده ممكن تقول لنا بس المشكله الاخيره اللي حصلت دي كان ايه سببها؟ انت لو كنت سالت لا لك. يا كابتن، ولد في ولد تصور يعني بيقول للحكم ادي البسام انذار لانه عمال يعترض بشكل وحش، فبسام راح اتكلم مع الواد، مالكش ان انت تتكلم مع لعيب. فالموضوع تصور بقى يعني ان تتدخل بقى فيها اكثر طرف، لكن هو ما خدش غير اللقطه دي بس الموضوع خلص. هو الحمد لله احتووه بسرعه يعني. الحمد لله. كابتن حماده، ابو كباتن، من اول ما كان طارق يحيى كمان ماسك الفرقه، الحقيقه الاداء بتاع بتروجيت اداء ممتع، ومجموعه لعيبه ممتازين،
وان شاء الله باذن الله لما لو استمروا على كده بقى مع زياده التركيز زي ما قال الكابتن حشيش ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هتحققوا انتصارات في الماتشات اللي جايه باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، وبتمنى التوفيق بكره النادي الاهلي بيمثل مصر ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن حماده، وان شاء الله تطلعوا من هذه الكبوه الغير مبرره، لان انتوا بتعملوا ماتشات كبيره جدا ان شاء الله، يعني ربنا يكون معاكم في الاخر، لعل يعني ربنا مخلي لكم حاجه كويسه في الاخر، فما تزعلش وما تتضايقش، وان شاء الله القادم افضل لبتروجيت. شكرا جدا كابتن حماده انور مدير الكره في فريق بتروجيت. مش عايزين طبعا ننكر كمان او نقلل كمان من مجهود طلائع الجيش النهارده مع مدربه كابتن محمد حلمي، اللي استطاع ان هو يقلب المباراه في 4 دقائق بتغييره، نزل احمد جعفر مع مصطفى محمد كاتنين فراوده، طبعا مش بكميه الفراوده لكن هو ادار المباراه في اخر 4 دقائق كويس قوي، او اخر 5 دقائق كويس قوي، في حين ان مؤمن سلمان كان في تصريح النهارده قال انا حاولت اقفل الاطراف اللي بتعمل الكروسات، ماشي، لكن كان لازم يبقى فيه كمان رقابه في ال 18. هارد لك للكابتن مؤمن، ومبروك للكابتن محمد حلمي، لان تعادل بطعم الفوز. مباراه النجوم ومصر المقصه كابتن، انتهت مصر المقصه 2-2 لا شيء. احمد سامي يعني اول خساره ليه اعتقد بعد سلسله انتصارات. الشوط الاولاني كان تقريبا الماتش سجال الحقيقه، جون انتوي ما كانش في اي دعم ليه من الاطراف، او كان النجوم قافل كل المفاتيح بتاعه لعب المقص، برغم ان المقص بيملك مجموعه ممتازه من اللاعبين، انما ما قدروش يفكوا الطلاسم اللي عاملها احمد سامي في الشوط الاولاني. بالنسبه للشوط الثاني، التغيير اللي عمله المقصه بنزول 2 لعيبه جامدين قوي غيروا شكل الماتش، صلاح عاشور ورجب عمر. الحقيقه الاثنين غيروا شكل المباراه بطريقه غير طبيعيه. الاثنين اولا صلاح عاشور اول ما نزل جاب جون ما شاء الله، صلاح مش كويس قوي، كان في دربكه الجون الاولاني، حصل فيه دربكه الجون الاولاني، انما الاثنين دول غيروا شكل المباراه. فدي فايده ان الدكه بتبقى معاك، او اللعيبه الاحتياطي اللي بيبقوا موجودين بيقدروا بيغيروا نتيجه المباريات، ودي برضو يعني المدير الفني طبعا ليه دور كبير فيها، انه امتى يحط السبعه وامتى ينزلهم في الماتشات عشان يغيروا نتيجه المباراه. يعني يستحقوا الحقيقه المقصه. الثاني شوط الحقيقه المقصه كان راكب الجيم عن النجوم يعني. تمام كابتن عادل. بحيي جدا كابتن احمد سامي ابن النادي الاهلي، عامل طفره مع فريق الحقيقه. طب انا هسيبك ترحب باحمد سامي بقى وتقول له الكلمتين دول يعني. طيب ده ابنه بقى. يعني كابتن احمد سامي اهلا بيك. هو ابننا كلنا. ايوه. ازيك يا ميدو، اخبارك ايه؟ وحشني جدا والله. بسلم على الكابتن عادل سايمه طبعا، صاحب فضل عليا، والكابتن ابراهيم عبد الصمد، والكابتن محمد حشيش. خلي بالك انت كل ما تطلع معايا في برنامج بتطلع من برنامج تروح ماسك فرقه وتعمل تكسر الدنيا. لا ما وشك حلو عليا. لا والله عمل شكل كويس قوي للفريق. انت تستاهل، وانا عارف ان انت مدرب جامد، وهارد لك على هزيمه النهارده. الحمد لله، يعني ما يعني فرقه المقصه طبعا فرقه كبيره وكل حاجه، بس طبعا انت بره الملعب بيبقى على الورق فرق كبيره وفرق، بس هو الملعب هو الفاصل جوه. انا كنت شايل الضغوط من على اللعيبه، وبالنتائج الايجابيه للفتره اللي فاتت كانت مديالهم ثقه، بس برضه في نفس الوقت احنا ما كناش كويسين زي الماتشات اللي فاتت. في ظروف كده حصلت قبل الماتش، اللعيبه قبل الماتش على طول، اللي عنده برد طلع مره واحده، ده قبل الماتش على طول واحنا جايين، واللي تخن وجالي اصابه سيسي اول 10 دقائق رجله اتلوت، وربيع مثلا الثيرد باك دخل في انطوي طلع راح المستشفى، يعني كانت الاتموسفير اللي حوالين الماتش كان صعب شويه، العوامل الخارجيه كلها كانت ضدنا. وبعدين في الماتش نفسه انا الشوط الاولاني كويس، وهم ضيعوش حاجه، وفار جاله انفراد، وبرده صلاح امين جاله واحده، يعني في حاجات كتير، وهم راحوا بكورتين جه جونين بغلطات من عندنا. لكن طبعا هي دي الكوره، والدوري صعب جدا السنه دي، يعني صعب جدا، انت بتتكلم في فرق كبيره تحتيك، وفرق معاك 4 فرق 16 بونت، اكيد الموضوع صعب يعني. اكيد. انا هسيب الكابتن عادل بقى كان بيتكلم عليك، واتفضل يا كابتن. كان ليك فرصه مع الشريق الفار اظن، اسلام الفار لسه هقول انا كان في انفراد. والجول ده كان ممكن يفرق معاك.
زياد صعب. وبعدين برضو في كان اعتقد في كره بالهيد الشوط الثاني بتاعت حليمو دي لو جت برضو كانت هتبقى مؤثره جدا. لكن برضو احمد لازم طبعا مع المبررات اللي انت بتقولها انت عارف الامكانيات وبتلعب المقاصه اللي هي بتمتلك فراوده على اعلى مستوى في الدوري. طبعا. وانت برضو برضو الامكانيات عندك برضو مش مساعداك، لكن برضو في ولاد عندك برضو رقم 33 والباك رايت. انا قلت لك قبل كده ان هم محتاجين يلعبوا بشكل جماعي، ما بيلعبوش بشكل جماعي يا احمد. وانا اعتقد انا قلت لك قبل كده في الموضوع ده بيلعب فردي زياده عن اللزوم، بيحتفظ بيها زياده عن اللزوم، وبعدين الكرات المشتركه دايما مش بتبقى ليه، مش بتبقى ليك. يعني مفروض ان انا الكور المشتركه مفروض تبقى راجل لراجل، وانا عارف انك طول عمرك راجل وبتبث الحماس والقوه في الفرقه اللي انت بتتولاها. الحته دي هتبقى ناقصه لبعض اللاعبين لما انت غيرت شكل الفرقه في جديه، لكن لازال برضو في عنصرين ثلاثه محتاجين يعرفوا قيمه اللعب في الدوري الممتاز. اكيد. والكابتن احمد كابتن عادل بص لسه بيحط. بص يا كابتن عادل يعني بص هي اللعب الجماعي نمره واحد عندي، بس برضو انت يعني حته اللعب الجماعي ده وحته تكرارات التكتيك الكلام ده في لعيبه ساعات بتاخد وقت وساعات ولعيبه بتخش في يعني موضوع اللعب الجماعي هو صعب شويه من ناحيه تكتيكيه. في لعيب بيبقى واخد على حاجات معينه من زمان من وهو صغير عشان تطبق عايز وقت شويه، فانا بلعب على حته الوقت شويه وفي نفس الوقت يعني ايه بدي فرص شويه، لكن لو حد مش هي مش هي مش هينفذ اللي انا عايزه من حته اللعب الجماعي ما طبعا مش هيبقى في فرصه بالنسبه له معايا. لان احنا كفرقه النجوم هي قوتنا في اللعب الجماعي. بالنسبه للكوره المشتركه، الكوره المشتركه النهارده انت حضرتك عندك حق، انا خسرت في اوقات كتير قوي كره مشتركه عكس الاربع خمس ماتشات اللي فاتوا اللي كسبني ان الكره المشتركه والضغط على الخصم في المناطق المتقدمه كنت بتاخدها انت، هي اللي كانت مدياني اولويه ان انا ما ارجعش 60 متر دافع. فدي انا خسرتها النهارده، خسرتها في بعض اوقات الماتش، بس يعني هي دي الكوره. ويعني انا مش هكسب على طول، انا مش هاخد الدوري، بس يعني في نفس الوقت كل بونت يحسب بالنسبه لي. اكيد يا كابتن. ولسه عندك كمان يناير ممكن تدعم بصفقات، اكيد انت محتاج اكيد مراكز تدعمها في يناير، مش وقت الكلام فيها طبعا، لكن اكيد انت عندك مراكز عايز تدعمها، ولسه قدامك الوقت طويل، ولسه كمان انت ماسك الفرقه يعني ما مش فتره كبيره. لا يعني بص يا ميدو، انا حته انا بشتغل دايما على حسب المتاح قدامي. بالظبط. المتاح قدامي هم دول، عندي لسه 9 بونت بره قبل الدور الاولاني، لازم اشتغل باللعيبه دي. أكيد. والله حصل تدعيمات هتنقلني ماشي، مش هجيب حشو وخلاص. اكيد اكيد طبعا. طبعا طبعا اكيد، لو انت حاسس هتجيب، لو الدنيا ماشيه كويسه هتجيب. ليه عموما كل التوفيق ليك يا كابتن، وانا عارف ان انت مدرب جامد جدا، ان شاء الله تكسر الدنيا زي ما احنا متعودين منك كابتن احمد سامي. شكرا جدا على هذه المداخله. خلي بالك ان فرقه النجوم من اكثر الفرق اللي بتعتمد على قطاع الناشئين، عندها 17 لعيب من قطاع الناشئين، التدعيم في اضيق الحدود، ودي السياسه اللي بيتبعها الاستاذ محمد الطويله من 15 سنه، ان هو المشروع بتاع الناشئين ان هو بيدعم الفريق الاول من الناشئين بتوعه، والتدعيم بيبقى في اضيق الحدود. بس دي فيها خطوره يا كابتن ابراهيم، بس الدوري العام المصري محتاج برضه يعني عناصر خبرات. بس هم دلوقتي يعني انت بص النهارده المقصه، سيبك ان معاهم طبعا يعني مدرب برضه كفء يعني كابتن طلعت طبعا، انما هم برضه عندهم خبرات، خبرات جامده، والخبرات هو اللي كسبت. لا هم النجوم حاليا دلوقتي مش زي اول الموسم، يعني حاليا اللعيبه رجلها تقلت في الملعب واحتكوا مع فرق الدوري الممتاز وابتدوا ياخدوا الخبرات، ابتدى الاداء، زائد ان طبعا احمد سامي الحقيقه اضاف لهم كتير قوي في الفتره اللي هيظهروا في الدور الثاني. في الدور الثاني ان شاء الله باذن الله هيبقى ليهم شكل احسن بالاستمراريه في الاداء ده والاداء الجماعي اللي هم
دايما بياكدوا عليه عندنا في النادي يعني. اكيد المقصه في المركز الثالث كابتن حشيش طبعا معاه مدرب كبير جدا زي ما حضرتك كابتن طلعت يوسف طبعا عارفين يعني بيعملوا ايه ماشيين وبعدين فرقه ماشيه بخطه ثابته وبتنافس طبعا على المربع في المربع الذهبي يعني بالظبط عندهم خبرات عناصر خبرات كتيره في انسجام في اللعب برده كابتن طلعت النهارده ادى برده للمباراه اهميتها وادى المنافس اهميته وكان برده حريص حتى في الضغط الهجومي بتاعه كان مأمن برضو النواحي الدفاعية بشكل كبير قدر برضو يوصل اللي هو عايزه يعني. اكيد يعني مبروك طبعا لكابتن طلعت يوسف في المركز الثالث ماشيين كويس قوي ما شاء الله 14 مباراة معاهم 23 نقطة لسه بدري لكن طبعا كابتن طلعت يعني معروف ان هو ملتزم جدا طبعا حتى اللعيبه كمان تحس ان هم لعيبه واخدين اللعيبه دايما بياخدوا شكل المدرب بتاعهم عصبي تلاقيهم عصبيين متنشن تلاقيهم متنشنين هادي تلاقيهم هاديين هو شكل المدرب بيديه للعيب. مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي كابتن عادل مفاجأة شوف مفاجأة لا مش مفاجأة نادي الإسماعيلي بيمر بمنعطف خطير جدا تغيير مدربين ومن البداية لم يحسن اختيار المدير الفني وده نتج عنه إنه ما كانش فيه تدعيم اللي كلنا متوقعين إن النادي الإسماعيلي زي ما باع أكتر من نجم كان بيعتمد عليهم للأسف الشديد مع وطشي النجوم اللي هي مشيت بنجوم آخرين لأن النادي الإسماعيلي دايما بيبقى يا تالت يا رابع يا تاني يا أول إنما يوصل للمرحلة دي طبعا دي عملية محتاجة كلنا نبقى واقفين ورا النادي الإسماعيلي لأن النتائج مش طيبة وسيبك من النتائج الأداء كمان مش دي كورة انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا حضرتك طبعا تمتلك من الخبرات يعني ما يكفيك ان حضرتك ترد على السؤال ده هل المدرب او هل اللعيبه بلاش المدرب الاول هل اللعيبه في مصر فئات وهل المدرب ما يعرفش يعمل فرقه كويسه لما يجيب مدرب باسم فيرا مثلا كان الناس كلها كانت بتقول مدرب كويس قوي ما يعرفش يعمل فريق الاسماعيلي فرقه كويسه هل في لعيبه تعمل فرق في الدوري المصري تعمل فرق في الدوري المصري كبير قوي كده هو احنا بنقلب الايه انت عارف الجدول بيبقى ايه انا بتعاقد العالم كله بيعمل ايه قبل الدوري ما بيبدا بشهرين ثلاثه واحيانا بست شهور بيتعاقد مع مدير فني المدير الفني ده بيجي قبل الدوري ما يبدا بست شهور يعني هو ماسك فرقه قبل يعني جوارديولا هو ماسك برشلونه بايرن ميونخ كان بيتعاقد معاه وهو ماسك برشلونه قبلها بست شهور ليه بقى بيقول لهم انا عايز اجي عايز فلان 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 ليه بقى لما يجي يشتغل هو راسم في ذهنه البطولات اللي هيشترك فيها وعارف يعني ايه الطريقه اللي هو يلعب بيها وعارف مين المنافسين سواء في الدوري الالماني او في الدوري الاوروبي. طب استاذنك احنا قلبنا الايه كابتن منير عقيلة عشان الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه موضوع مهم جدا كابتن منير اهلا بيك ومبروك. اهلا بيك سيدي الله يبارك حضرتك. احنا صحيناك من النوم ولا ايه؟ لا لا انا في يوم المباراه بيبقى رايح من الزعيق شويه بتزعق كتير طبيعي بس الحمد لله جاب نتيجه الحمد لله. يعني ثلاث نقط مهمين جدا الاستوديو الاول يعني. اهلا بيك ومنور الدنيا منورنا في قناه الاهلي ثلاث نقاط مهمه جدا يا كابتن منير حطوكوا في المركز الثالث 23 نقطه ماشيين كويس قوي ما شاء الله لسه كنا بنتكلم على التزام اللعيبه اللي جايه من التزام الجهاز الفني بقياده الكابتن طلعت يوسف يعني المباراه كانت بتمثل لكم اهميه اكيد النهارده يعني ما فيش شك طبعا كانت مباراة مهمة جدا يعني 3 بونت بيخلونا نفكر دايما في المراكز الأعلى بعد كده ما فيش شك إن كنا محضرين المباراة كويس اتفرجنا على فريق النجوم بشكل كويس جدا على فكرة فريق واعد النهارده صحيح ما كانش في مستواه كان بعيد عن مستواه إنما هو فريق واعد ومع مدرب واعد إن شاء الله يكون توفيق حليفه في المباراه اللي جايه انما الحمد لله ادينا مباراه جيده قدرنا الشوط الثاني ان احنا ببعض التغييرات ان احنا نسجل هدفين واستحوذنا تقريبا على اغلب فترات المباراه الحمد لله. كابتن منير المكاسب ما شاء الله المتتاليه دي بتزود طموحكم في المنافسه على درع الدوري الممتاز السنه دي؟ يعني عشان نبقى واقعيين برضه ميدو ما نقول منافسه على درع الدوري افتكر ان ما تنساش ان فريق المقصه مشي منه حوالي 12 لعيبه او 13 لعيب الموسم اللي فات فعشان تبني فريق ينافس على البطوله او حتى ينافس على المركز الثاني افتكر ان الموضوع ده محتاج وقت وانتوا انا سامع لسه كان الكابتن عادل بيتكلم في القصه دي فعلا بيتكلموا في النقطه ديت ان الموضوع الكوره محتاجه وقت يا جماعه الكوره ما ينفعش اجيب مدرب
واطلب منه النتائج بعد ما تصير. دي حقيقه ودي حقيقه. تمام تمام. ايهاب كلال الانجاز اللي عمله فريق مكسر قبل كده افتكر انه كان بعد الموسم الثالث. فريق المصري كان مثال واضح جدا، ما حققش نتائج غير بالاستقرار مع حسام حسن لمده 3 سنين او 3 سنين ونص. فالموضوع موضوع وقت. افتكر ان اللي بيحصل في غالبيه انديه مصر، افتكر ان العشوائيه هي هو العنصر السائد يعني في تغيير المدربين، وافتكر ان كتر تغيير المدربين ده افتكر انه مش هيؤدي لاي نجاحات في اي انديه، والانديه اللي هتحقق نجاحات هي الانديه اللي هيحصل فيها استقرار فني لمده سنه او سنتين او ثلاث سنين. انا معاك وبتمنى لك التوفيق كابتن منير مع الكابتن طلعت يوسف، وان شاء الله تعملوا فرقه زي ما انتم عايزين، ان شاء الله تنافسوا على الدوري، عايزين فرق كتير تنافس على الدوري. كابتن منير عكر المدرب العام لفريق مصر مقاصه، شكرا جدا لحضرتك. شكرا. اتفضل يا كابتن. طبعا هعيد بسرعه كده، المدير الفني طبعا بيجي بيختار اللاعبين قبلها، بعدين يبقى عامل فتره اعداد وعارف الاعداد بتاعه يبقى فين ومقسمه، وبعدين بيبدا الدوري ماتشات وديه، كل الامور دي ما بتتعملش. يعني فيريرا جاي على الاسماعيلي بعد ما يعني العمليه ضاعت خالص يعني بفعل. انا مطلوب مني ايه؟ انا لقيت العناصر اللي موجوده اللي المدير الفني الاخر هو اللي اختارها، واختارها بفكره، جايز يكون اخطا وجايز يكون ما حسبهاش كويس. طبعا بس في حد بيصنع الفارق في الدوري المصري يا كابتن عادل، يعني في فرق كبير بين اللعيبه. في طبعا في مدربين، في مدرب يخش على فرق لعيبه، يعني لعيبه تمشي من النادي الاسماعيلي توقعوا، لعيبه تمشي من النادي الاهلي توقعوا، لعيبه تمشي من نادي الزمالك، لعيبه تمشي من اي نادي، اي فرقه في العالم. في اي فرقه في العالم في بيبقى في عمود فقري للفريق. لو العمود الفقري ده يعني النهارده النادي المصري لما يكون في سته او خمسه مش موجودين ايه اللي حصل؟ يتغلب ثلاثه، فطبعا دي عمليه مؤثره. كوفي بس مش موجود. لا في احمد شوقي في ثلاث اجوان. لا في طبعا يعني فطبعا فيريرا مش هيعمل حاجه. لازم ياخد وقته، ما يبقاش في تغيير، ولازم في يناير يبقى في تدعيم، وتدعيم قوي. واعتقد انه رئيس النادي ومجلس اداره نادي الاسماعيلي وما يعرفوا يعني ايه مدى حب جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي لجماهير واداره نادي الاسماعيلي، على عكس ما الناس اللي بتحاول توقع بين الاسماعيلي والاهلي. كان النادي الاسماعيلي بيجي يلعب عندنا في ملعبنا، وكان دايما يبقى فيه منتخبات ما بين الاهلي والاسماعيلي وفرق جايه من اوروبا. صحيح. الكلام ده انا بقوله من خلالك، من خلال قناه النادي الاهلي لجماهير النادي الاسماعيلي. احنا بنبقى حزينين جدا النادي الاسماعيلي مش ماشي بالشكل المطلوب، وبالتالي المدرب واللاعبين بيبقوا في كيمياء بينهم، ان انا اقدر اعمل في خلال فتره وجيزه 10 ايام 15 يوم في مدرب، في فروق فرديه بين مدرب ومدرب، في مدرب بيصنع لعيب، وفي مدرب زي بنشوف حسام وبنشوف اللي بياخد لعيب عادي وبيصنع منه نجم، وفي مدرب بيبقى عنده نجم بيضيعه. دي حقيقه مش كده؟ دي حقيقه، دي حقيقه. انجزت يا كابتن. الله يكرمك. يعني مش عايزين ننسى طبعا ان احنا نبارك للكابتن الكبير كابتن مختار على هذا المكسب، يعني طلعوا المركز الرابع. احنا عمالين نتكلم عن الفئه الثانيه وسايبينه هو لسه حاول. لا ما لسه هو بيسالني على انا عارف. عايز ابارك للكابتن مختار حبيبي، هو لا بيقدم الحقيقه من اول الموسم. ما شاء الله بيقدم مستوى جيد جدا، ولاعيبته الحقيقه ما شاء الله الله اكبر، ما شاء الله بينفذوا كل تعليماته من ماتش لماتش بيجيده، وهو دلوقتي بقى في المربع كمان، بقى في المربع الذهبي الثالث اظن دلوقتي يعني. تمام. محمد مسعد وموسى ديوار دول كانوا اصحاب الهدفين في مباراه الاسماعيلي والانتاج الحربي. نروح لمباراه بيراميدز كابتن حشيش، بيراميدز ودجله. مباراه شهدت العديد من الاحداث لكن انتهت في الاخر 1-1. شفت المباراه ازاي؟ عايز بس اقول نقطه في البدايه، انت كنت بتقول ان يعني على ماتش قبل كده مفاجاه ومش مفاجاه، الدوري السنه دي ما فيهوش مفاجات، اي حد بيكسب اي حد السنه دي، كل المستويات متقاربه، حتى العنصر اللي كان بي بي بيرجح كفه بعض الفرق اللي هي الفرق الشعبيه ما بقتش موجوده، اللي هو الجمهور. يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد كان ممكن يبقى عندهم دايما يا كابتن عادل الافضليه في المباريات بتاعتهم اللي على ارضهم، الجمهور والضغط الجماهيري، دلوقتي ما بقاش موجود، فالناس اللي بتلعب في ارضها او بره ارضها كله بقى واحد، عشان كده ما بقاش كمان في مفاجات في المباريات، كل الفرق دعمت. انا بس يعني هقول كلمه صغيره خالص على مباراه
الاسماعيلي والانتاج برضو الراجل بتاع الاسماعيلي المدير الفني يعني ما قراش برضو فرقه الانتاج صح، بدليل ان هو بيلعب قدام الانتاج الحربي وعارف ان اقوى خط هو خط هجوم الكابتن مختار، عنده ثلاث صواريخ قدام وما قدرش يقفل الاجناب، هو كابتن مختار يعني اجناب بيلعب على الاجناب الكور الطويله السريعه اللي هي جت منها الاجوان، هو ما يعني ما قفلش الحته دي، فدي برضو يعني نقطه على المدير الفني. اللي فيه بعض اللعيبه والاسماعيلي ما عملش تدعيمات وحاجات من دي، بس برضو المدير الفني بيبقى عليه عامل. تمام. اخش برضو في المباراه اللي بعدها، وادي دجله وبيراميدز. وادي دجله طبعا من الفرق اللي كانت بادئه في الدوري وحش قوي، وكلنا طبعا كنا يعني مستقيم من المدرب وكده. انا من هنا بقى طبعا بحيي اداره وادي دجله مهندس ماجد سامي على صبره الكبير على المدرب ده، واعتقد ان هو ادى يعني نموذج لبقيه مجالس الادارات اللي هي بتشتغل بالقطعه، ماتشين وخساره شيل المدرب ودور، هم حوالي 7 أو 8 مدربين كابتن عادل في الدوري بيلفوا. انا معاك. فهو طبعا دي تجربه كويسه النهارده من الفرق اللي بتلعب كره كويسه، ودليل الماتش بتاع النهارده عامل ماتش ممتاز مع فرقه قويه بتنافس على البطوله. الطريقه بتاعته مصر عليها، بيتاخد عليه بس حته العصبيه من بدايه الدوري، والنهارده طبعا حته الطرد بتاعه، انما هو عنده عناصر كويسه جدا، واعتقد ان هو هيبقى له شان في الدور الثاني. اكيد 1-1 انتهت مباراه دجله وبيراميدز، يعني بالرغم من طرد لعيب من نادي بيراميدز، لكن المباراه خرجت في النهايه 1-1 كده. خلصنا ملخص الدوري بسرعه جدا عشان بقى نتكلم عن المباراه الهامه جدا، مباراه الاهلي والوصل الاماراتي بكره ان شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. حضراتكم من جديد، ولسه مستمرين معاكم في تغطية ما قبل المباراة. وبسرعة جدا قبل ما أسأل ضيوف الكرام في هذه المباراة الهامة جدا لكل جماهير النادي الأهلي، نطير بسرعة نشوف كريم أحمد عنده أخبار من مقر البعثة في الإمارات. كريم أحمد أهلا بيك وتفضل. كل التحيه ليك كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبكل الساده المشاهدين نجوم الاستوديو التحليلي. طبعا اكيد اجواء خاصه هنا في دبي استعدادا لمباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي، مباراه زي ما بنقول وبناكد كابتن ميدو مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، ينتظرها بشكل كبير جدا كل جمهور وعشاق النادي الاهلي. يمكن قلنا قبل كده نظرا لخروجه من البطوله الافريقيه، بعض الغيابات والاصابات العديده والكبيره التي ضربت فريق النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه، واخرها كمان يمكن بنفقد الجبهة اليمنى أحمد فتحي ومحمد هاني، بجانب كمان عدم قيد باسم علي، السلية، جاي، علي معلول، محمد نجيب، عدد كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي بيخرج من هذه المباراة. لكن زي ما قلنا قبل كده وأكدنا، الأهلي بمن حضر، الأهلي على قلب رجل واحد، مرحلة غاية في الصعوبة وغاية في الأهمية، لكن عندنا ثقة أكيد وبنأكد كل مرة وبنجدد الثقة في كل لاعبي النادي الأهلي على تجاوز هذه المرحلة. مباراة مهمة زي ما بنقول نظرا ليه تعادل في المباراه الاولى وهو 2-2، وكمان زي ما قلنا الظروف المحيطه اللي مع فريق النادي الاهلي من اصابات وغيابات واخفاق في البطوله الافريقيه، فيمكن عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني، لكن ان شاء الله باذن الله تكون هذه المباراه من نصيب النادي الاهلي. ابدا معاك يا كابتن ميدو بوصول وليد ازارو احد نجوم فريق النادي الاهلي منذ لحظات الى فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، يمكن طبعا كنا منتظرينه يصل صباحا، لكن اكيد كان في تاخير طبعا في الطائره القادمه من المغرب بعد انتهاء مباراته طبعا مع منتخب المغرب وليد ازارو، لكن بناكد وبنطمن كل جمهور النادي الاهلي بالفعل يصل وليد ازارو الى فندق الاقامه انضماما لفريق النادي الاهلي استعدادا لها دي المباراه. ممكن فرص لحاقه بالمباراه ما تكونش كبيره جدا نظرا لوصوله متاخر، المباراه طبعا غدا يا كابتن عبد الحميد زي ما انت عارف، لكن اكيد وليد ازارو وجوده هيكون مهم جدا، ممكن يتم الدفع بيه في الشوط الثاني. في الشوط الاول لسه حسب طبعا رؤيه مستر باتريس كارتيرون مع الكابتن محمد يوسف، لكن الامور يمكن بجانب طبعا حضور وليد ازارو ووصوله الامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه لفريق النادي الاهلي. الاهلي اختتم استعداداته وتدريبه الاخير على ملعب الوصل الرئيسي ليستقبل مباراه النادي الاهلي والوصل الاماراتي في الساعه 7:30 هنا بتوقيت دبي، 5:30 بتوقيت القاهره. التدريب النهارده بشكل عام كابتن ميدو كان في بعض الجمل التكتيكيه، كمان كان في قوائم للتشكيل اللي هيخوض بيه النادي الاهلي هذه المباراه،
ويمكن زي ما استشفينا وقرينا يمكن من خلال رؤيتنا في تواجد ملعب نادي الوصل شناوي في حراسه المرمى، سعد سمير وسليف في كولوبالي وايمن اشرف واكرم توفيق ناحيه اليمين، كريم ندفد وحسام عاشور واحمد حمودي ومحمد شريف ووليد سليمان ومروان محسن. حتى هذه اللحظه ده اللي احنا شفناه وقريناه من خلال رؤيتنا في تدريب اليوم اللي كان في بعض الجمل التكتيكيه الكثيره جدا. مستر باتريس كارتيرون كان ليه يمكن تنبيه وتحذير وتحميس واصرار وتحفيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي خلال محاضرته اليوم او محاضره امس. كمان بنتمنى يكون هذا التحفيز ولعيبه النادي الاهلي كمان بتتجمع مع بعض. كابتن حسام عاشور يمكن كان في مؤتمر صحفي طبعا زي ما انت عارف يا كابتن ميدو اليوم، اتسال ازاي هتقدر كابتن حسام تطلع لعيبه النادي الاهلي، انت لعيب بخبره، هل شايف ان اللعيبه الكبار عليهم حمل كبير في هذه المباراه او في هذه المرحله الصعبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي؟ بخبره طبعا الكابتن حسام عاشور اكد انها مباراه غايه في الصعوبه ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تكون على قدر المسؤوليه. اكد ان لابد يكون في يعني اخفاق في البطولات، النادي الاهلي بالفعل مطالب ان هو يكون رقم واحد، مطالب بالفوز في كل البطولات في كل المباريات، لكن وارد اكيد في كره القدم ان تخفق في مباراه ان تخفق في بطوله، لكن الاهم هي العوده السريعه وتصحيح المسار وفرض شخصيه النادي الاهلي ان شاء الله خلال الفتره القادمه وتكون انطلاقا من هذه المباراه. عايز استرجع معاك كمان يا كابتن ميدو بالنسبه للمؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الاهلي بحضور مستر باتريس والكابتن حسام عاشور، يمكن طبعا اجواء كانت اسئله لمستر باتريس وجهت طبعا اكثر من سؤال لمستر باتريس على هذه المرحله الصعبه، سال كمان على احمد حمدي وغيابه هل هي رؤيه فنيه، بجانب كمان ان احمد حمدي احد لاعبي فريق النادي الاهلي كان متواجد في منتخب الاولمبي. احمد فتحي لعب قد ايه، احمد حمدي عفوا لعب قد ايه بالنسبه في المباراه الاخيره او لعب قد ايه مع المنتخب الاولمبي. يمكن طبعا في بعض الصحفيين كمان الاماراتيين حاولوا ان هم يكلموا مستر باتريس على اهميه هذه المباراه، بيشوف ازاي اداء نادي الوصل واحرازه اهداف في مباراه النادي الاهلي الاولى امام الوصل الاماراتي اللي كانت في برج العرب. يمكن اكيد الناس قالت ان صعب ان يكون في احراز اهداف في النادي الاهلي في ارضه في وسط جمهوره، قال ده يمكن وارد في كره القدم، اشتغلنا بشكل كبير جدا، شهدنا اكثر من مباراه وصلت الى 10 مباريات لفريق نادي الوصل الاماراتي للوقوف على نقاط القوه والضعف للمباراه الاخيره الحاسمه لفريق النادي الاهلي امام الوصل الاماراتي في اياب دور ال 16 من كاس زايد للانديه الابطال. اختتم النادي الاهلي تدريبه متوجه الى فندق الاقامه في طبعا وجبه عشاء سريعه، ومن بعدها محاضره فنيه اخيره لمستر باتريس كارتيرون، محاضره فيديو طبعا عقب انتهاء العشاء. المحاضره يمكن استمرت ل 45 دقيقه، كان فيها بعض مقاطع الفيديو طبعا لنادي الوصل الاماراتي. النهارده يمكن نتكلم على التكتيك، الوقفه، التمركز ذات الخاطئه والتمركزات الصحيحه لخط الظهر وخط الهجوم. الحمد لله يمكن اكيد يعني زي ما بنقول الامور هنا ماشيه بشكل مطمئن. التركيز الكبير المهندس خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي عضو مجلس الاداره وامين الصندوق يمكن بيقوم بدور كبير جدا هنا طبعا ليه توفير كافه الامور الخاصه بفريق النادي الاهلي، كان الامور الانتقاليه، الامور الاداريه، الامور ايضا كمان الخاصة بفندق الإقامة. الحمد لله يمكن كل الأمور دي ماشية بشكل مطمئن، الأمور مترتبة بإذن الله، وبنتمنى يا كابتن ميدو إن شاء الله كل الأمور دي تصب في مصلحة النادي الأهلي، لاعبتنا إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية. مباراة مهمة جدا 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 للجهاز الفني والنادي الأهلي، بنتمنى بإذن الله لعيبة النادي الأهلي مع الجهاز الفني يسعدوا ملايين الجماهير في القاهرة وأيضا كمان العدد الكبير جدا هنا في دبي اللي يمكن بيتهافت على شراء التذاكر اللي انتهت بالفعل. ولو بكلمك كمان في نقطة التذاكر، يمكن 2500 مقعد لجمهور المصري والجاليه المصريه ومشجعي النادي الاهلي، وايضا يمكن الجانب الاخر طبعا تم نفاذ التذاكر بالكامل بالنسبه لنادي الوصل الاماراتي، في اهتمام كبير جدا بهذه المباراه، الناس بتبقى متواجده في فندق الاقامه، بيحمسوا اللعيبه، بيحفزوا اللعيبه ببعض الكلمات، يمكن تكون في بعض الكلمات قاسيه شويه، لكن بخبره لعيبه النادي الاهلي بتستقبلها بشكل يمكن رحب جدا وبتقول لهم ان شاء الله هنكون على قدر المسؤوليه، باذن الله اكيد بنتمنى لعيبه النادي الاهلي بالفعل تكون على قدر المسؤوليه ويسعدوا كل جمهور النادي الاهلي. أكيد يا كابتن ميدو من خلالك ومن خلال ملعب الأهلي كمان يمكن غدا هيكون ملعب الأهلي بإذن الله هننقل لكم لحظة بلحظة على شاشة قناة النادي الأهلي كواليس وأخبار النادي الأهلي في مباراة الأهلي والوصل الإماراتي. عودة لك يا كابتن ميدو. إن شاء الله يا كريم بإذن الله يعني رجالة الأهلي إن شاء الله قدها إن شاء الله إنهم يفرحونا بكرة إن شاء الله ويعني يرجعوا الثقة بسرعة، يعني مش هنقول راحت مش هنقول راحت. شكرا جدا زميلي كريم أحمد من الإمارات، طمنا على الفريق وطمنا على وليد أزارو، وقلت لكم ما تهتموش بالاخبار اللي كانت قبل كده، مش عارف وليد عايز ايه، وليد عمل ايه، وليد مش عارف، وليد اظهره في معسكر، الفريق خلاص وصل متاخر، ممكن يلعب ممكن ما يلعبش، هنشوف كالترون هيعمل ايه، هيلعب بمروان محسن، هيلعب بصلاح محسن، هيلعب بمين، لسه بكره ان شاء الله نعرف التشكيله
الأكيدة. بيقول إن التذاكر بتاعت الوصل الإماراتي أو جمهور الوصل الإماراتي خلصت، أنا متأكد من كده. حسن عبدولي كان بيقول إن عندنا جمهور كبير جدا وجمهور ما بيرضاش بأقل من الفوز. طبعا حقك أنت تقول كده، لكن طبعا جماهير النادي الأهلي في كل مكان، جماهير النادي الأهلي يبقى صوتها عالي بكرة إن شاء الله في الملعب. إن شاء الله 5:30 هيبقى صفارة الحكم اللي هتفصل في هذا اللقاء، إن شاء الله ينتهي بفوز النادي الأهلي. كابتن عادل، مباراة مهمة جدا، شايف أهميتها في كم نقطة بالنسبة لحضرتك؟ بعد الخروج من البطولة الأفريقية، ودي كانت بطولة بتعتبر حلم بالنسبة لنا، لكن دايما البطل بيطلع من بطولة داخل بطولة، ودايما ما يبقاش بيشتكي. لأن احنا لو بنشتكي كنا اشتكينا من 100 سنة. لأن دايما النادي الأهلي بيتعرض لصعاب، من ظلم تحكيمي، من سوء إدارة، من ملاعب، من فنادق، كل الأمور دي بتمر على الفريق. لكن ومع ذلك 40 دوري عام و8 أفريقيا. فأنا مش هقول بقى حكم وأصل مش عارف إيه، لا، النادي الأهلي ما بيشتكيش، لأن إحنا البطل دايما بيتحمل وبيشترك. البطولة العربية فيش شك ان هي اقل من البطوله الافريقيه، أكيد. انك انت بتروح كاس عالم، كاس عالم انديه، ودي طبعا بتبقى نقله تانية، سواء ادبيه او ماديه. بالظبط. ومع ذلك دي برضو تعتبر بطوله من البطولات اللي احنا كلنا منتظرينها. بس عارف يا كابتن عادل، معلش انا هقطعك بس في حته، يعني من كتر ما انت ما بتشتكيش المفروض يبقى في احساس، يعني ما يعني اتظلمت كتير وما بشتكيش، يعني بقى الجنب التاني في احساس، فمش على طول ظلم، مش على طول ظلم باين، مش على طول قرارات سلبيه ضد النادي الاهلي. بس يعني هدي لك مثال صغير، ده اللي الناس بتتكلم فيه. هدي لك مثال صغير، اتفضل. انت بتتفرج على الدوري الاسباني؟ اكيد. بتشوف برشلونه؟ اكيد. بيتعرض لايه بالظبط؟ عمرك شفت اشتكى ولا مفيش؟ دايما دايما النادي بس الاهلي، بس ما بتظلمش على طول يا كابتن. لا لا، بتظلم كتير على طول، يعني ضربات جزاء فورة بطولة فورة. انا بتابع كل الماتشات، بلاقي في احيانا كتيره جدا ضربات جزاء، اهداف بيجيبها ما بتحسبش، ودايما طول عمر النادي الاهلي دايما بيبقى فيه دايما في حاجه كده، قرارات اتحاد افريقي، اتحاد مصري، اي حاجه، تحكيم، كل الحاجات دي يتجاوزها لانه هو بطل. تمام. وجمهوره متعود على دي. طبعا الماتش بتاع بكره مفيش شك ان احنا داخلين في ظروف صعبه جدا، خاصه ان بتفتقد عناصر مهمه جدا. احمد فتحي من العناصر القويه جدا في المكان ده، أكيد. وكذلك البديل بتاعه مش موجود، هيني. فانت بتلاعب اكرم، واكرم ممكن جدا يبقى بكره نجم المباراه، وتتوقع كده. لعب كويس، ازارو جاي مرهق، وما اعتقدش ان هو الراجل ممكن ان هو يبدا بيه. في الظروف دي بقى، وطبعا السوليه، وعلي معلول، واجاييه، يعني بقول لك ده قوام كتير. قوام مستشفى زي ما مستشفى. واحنا قلنا هنا قبل كده، لابد، وزي ما الكابتن الخطيب قال، على طول اللجنه الطبيه، ويبقى فيه اجهزه، ويبقى فيه علاج بسرعه، واللاعب اللي بيتعور بيبقى عارفين احنا بعد اسبوع اسبوعين بيرجع بسرعه. الكلام ده احنا كلنا اتكلمنا فيه يمكن من فتره، وقبل كده نعرف سبب الاصابات ايه، وسبب الاصابه، والاصابه هتقعد قد ايه. بالزبط. على طول في العالم كله. بالزبط. كده فالولاد بكره مكلفين ان هم باذن الله تعالى يفرحوا جمهورهم، سواء في مصر كعامة او جمهور نادي الاهلي، خاصه انك انت خرجت من البطوله دي بسرعه. الجيل ده لازم يعرف ان وراه جمهور لا يصبر، وجمهور بيحبه وبيثق فيه. الجوانب الفنيه ممكن نتكلم فيها بعد ما تسال الزملاء. تمام تمام تمام. كم تبراي برضو يعني وجهه نظرك في اهميه هذه المباراه؟ لا طبعا، البطوله العربيه بقت مهمه جدا دلوقتي، هي طبعا مهمه، بس بقت مهمه قوي، وخاصه بعد خروجنا من البطوله الافريقيه. تمام. واضح ان هيبقى في ضغوط على اللعيبه جامده، نظرا لخروجنا من البطوله الافريقيه اللي هي كانت بتؤهلنا، اللي كانت بتؤهلنا طبعا لكاس العالم للانديه. فلازم يراعوا الحاله النفسيه للعيبه، ويتعاملوا نفسيا مع اللعيبه، ان احنا دايما نقول ايه، الاهلي بمن حضر. فعلا زي ما قال الكابتن عادل، عندنا شويه يعني عناصر مهمه جدا جدا، واعمده رئيسيه للقوام الرئيسي بتاع النادي الاهلي مش موجود.
انما ان شاء الله باذن الله الـ 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 ان شاء الله البدلة انا ما بعتبرهمش بدلة الحقيقة، ما فيش في النادي الاهلي بدلة، كل اللعيبة اللي موجودين في النادي الاهلي على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة انهم يقدروا يحققوا المطلوب منهم، ان شاء الله باذن الله بكرة هيقدروا يحققوا، لان فعلا النادي الاهلي ما يقدرش يخرج من بطولتين ورا بعض اكيد باذن أكيد الله. اكيد كابتن حشيش، الخساره مؤلمه طبعا جدا، خساره لقب كبير زي ما الكابتن عادل اتكلم وزي ما الكابتن وليد اتكلموا، انت بتخسر اللقب بيوديك كاس عالم انديه ولقب اكبر تمام. من البطوله العربيه بكتير كمان، لكن الاصعب انت ترجع بسرعه. بص يا ميدو، احنا لازم نعترف بحاجه، ان طبعا النادي الاهلي خسر البطوله اللي فاتت وخسرها بشكل مش كويس في الماتش الاخير يعني فنيا ومعنويا ونفسيا وحاجات كتير قوي. واضح معنويا ونفسيا كنا المفروض ان احنا رايحين معنويا ونفسيا احسن، المفروض لا كل المفروض انك تلاقي يعني لعيبه اكثر حماس في بغض النظر بقى عن النواحي الفنيه تمام، اكثر حماس في المباراه، في جديه اكتر من كده، ناس عندها اصرار، الكلام ده ما كانش موجود تمام. وهو ده في حد ذاته اللي مزعل الجمهور. تخسرت قبلها بسنه البطوله بس لعبت، وممكن حكم يكون ظلمك في كوره ولا حاجه ضربه جزاء، ده كان أجل. انما انت الماتش لو هنتكلم على البطوله في الماتش الاخير انت ما تستاهلش، وده اللي مزعل الجمهور، ده اللي مزعل الجمهور. واضح كمان ان في اعمده رئيسيه من الفرقه زي احمد فتحي وزي معلول وزي ازارو وليد سليمان، الثلاثه الاولانيين لما غابوا مع اجهاد وليد سليمان حصل دروب جامد في الفرقه. بتتكلم في اعمده، انت بتتكلم مباراة بكرة بطولة جديدة، عايز تفرح في المقام الأول الجمهور بتاعك إن أنت تدخل بطولة، يعني تكمل في بطولة وإن شاء الله تاخدها. في بعض اللعيبة برضو مش موجودة بكرة زي ما الكابتن عادل قال والكابتن إبراهيم، برضو أعمدة رئيسية الماتش بكرة، لا بتاع تكتيك ولا فنيات، أنت ما أنت هنا متعادل 2-2 بالورقة والقلم، فرصة الفرقة التانية حسابيا اعلى لان هو 0-0 و1-1 الكلام ده ياهله هو. انت لازم تبقى في روح كبيره قوي، في جدعنه، في رجوله، اللي موجودين دولت ايا كان اللي موجودين، لان كله شبه بعضه دلوقتي. عايز تقول ان هي مباراه لعيبه اكتر من مباراه لعيبه، مش مباراه مدرب. بتلعب فرقه كمان كويسه واخده الثقه عليك هنا وجايبه فيك اهداف، زي ما قلت لك عندها فرص اكتر هناك. نتيجه ما كانش تعادل حقيقي يعني، نتيجه بصراحه النتيجه يعني اخر 10 دقائق هو النتيجه بتقول 2-2 واحرز فيك هدفين. ماشي هناك انت مطالب ان شاء الله ما يجيش فيك اهداف، ولازم تحرز اكتر من هدف، وانت رايح دماغك فاضيه بقى، مفيش حاجه شغلك تاني بالظبط كده. يعني فانا عايز اقول لك ان انت المباراه بتاعت بكره دي رجاله في المقام الاول، حماس جمهور النادي الاهلي هناك منتظر، مش جمهور النادي الاهلي هنا بس، جمهور النادي الاهلي أكيد. اللي هناك هيبقى مالي المدرجات، نقطه فارقه بالنسبه للنادي الاهلي ككل، بكره ان شاء الله باذن الله تدي دفع للامام، عشان انت راجع بعد كده كمان على مؤجلات عندك كذا مباراه متاجله في البطوله المهمه، برضو هي بطوله الدوري، لازم ان انت برضو تكسب وترجع الثقه لجمهورك والثقة للعيبة بتاعتك والثقة في الجهاز الفني، الثقة في كل حاجة. أكيد. خلي بالك برضو الماتش الأولاني اللي احنا لعبناه كانت فيه العقول كلها متجهة للبطولة الأفريقية. بالظبط. زائد إن كل الناس مشغولة بيها، فنسبة التركيز بتاعة اللعيبة ما كانتش عالية قوي. زائد إن برضو في أعمدة كان في لعيبة بعيدة عن الاحتكاك الفني والاشتراك في المباراة، وكانت دي بالنسبة لهم ماتش بعد فتره انقطاع عن الاشتراك في المباراه، فبالتالي كان المستوى مش هو. ما يؤهلناش ان احنا نكسب. بكره ان شاء الله بالقوام الاساسي ان شاء الله باذن الله نحقق المطلوب يعني. يا رب. كابتن عادل، سؤال حضرتك، هل في الامكان ان احنا نستغل لعيبه الاهلي افضل مما كان، او استغلال كل لعيبه الاهلي، ولا كان الموجود هو ده الاحسن استغلالا؟ هو البدايه يمكن المدير الفني ما حسبهاش، يعني انا رايح مشوار. بالظبط. مشوار انا رايحه بعيد شويه، فدايما رايح عندي 5-6 بطولات، فلازم وانا رايح ابقى معايا كل عناصر القوه، المؤن بتاعتي. المؤن بتاعتي حاططها كده في شنطه كده ورايا، كل لعيب لازم اخد منه اقصى حاجه ممكنه. جميل قوي. دكه البدلاء عندنا دي اللي قاعدين في المدرج
مفيش فرقه في مصر عندها الكفاءات اللي عندنا. جميل قوي. التحضير ما كانش كويس والرؤيه ما كانتش كويسه. يعني ليه احمد الشريف وعمر بركات والولاد دول ومحمد شريف عناصر المهمه دي، ناصر ماهر، احمد حمدي، وناصر ماهر واحمد، عناصر اي حد في مصر يتمنى حد نص واحد منهم. فطبعا الحته دي غابت عننا شويه. لكن باذن الله تعالى مع تدخل كابتن محمود كان واضح ان هو في لازم يبقى في وقفه. لان الفرقه بتاعتنا بتضم عناصر قويه جدا. والدليل على كده اي حد بس بيتكتب ان هو هيمشي كل انديه مصر كله بيجري عايز فلان وعايز، مش كده؟ بالظبط. حتى اللي ما بيلعبش باسم كله عايز باسم، كله عايز صبري، كله بالظبط. انت بتاخد اصل انت بتاخد احسن لعيبه موجوده. انت عندك 25 لعيب بالخمسه سته اشبال ما فيش زيهم في مصر. بالظبط. يبقى هو الرؤيه ما كانتش يمكن في البدايه ما كانتش مظبوطه، لكن اللي احنا بنتمناه ان احنا بكره نخرج، يعني الماتش بتاع بكره ده هيدينا دفعه قويه جدا ان احنا نبتدي نقف على العناصر اللي احنا اللي ما كانتش بتاخد فرص هديها بقى في الدوري. انا عندي ما فيش افريقيا دلوقتي او يعني الفتره دي المرحله اللي جايه على الرغم ان انت داخل على بطوله افريقيا وانت خلاص سجلت صحيح. سجلت 22 اعتقد او 21 وبرضه تغافلت عن ثلاث عناصر في غاية القوة. يعني ازاي احمد الشيخ وفي عمرو بركات دول مش مسجلين افريقيا برضو. طب اي منطق يقول كده؟ فطبعا الدخلة بتاعت بكرة دي ماتش بكرة في غاية الاهمية. لانك انت بتقابل فرقة منظمة جدا متحفزة كانت واحنا بنحلل الماتش ده. الوصل لما كان في القاهرة كانوا في المركز العاشر. النهاردة تقدموا جدا بالزبط. بيضموا ثلاثة برازيليين على أعلى مستوى بالزبط. هيستغلوا الجبهة اليمين بتاعتنا لأن ما فيهاش فتحي ولا هاني. وهم الثلاثة البرازيليين دول بيلعبوا كرة جماعية عندهم المهارة عندهم السرعات. فمش مطلوب مني إن أنا أبقى بلعب وأنا جيم مفتوح مع الناس دي. أنا بدافع كويس قوي وبهاجم كويس قوي وبعمل سرعة الارتداد اللي دايما بقى نادي بيها، اللي كان برضو الموسم الماضي كنا بنعمل دي بشكل جاي رائع جدا. بنضغط جامد جدا وبنرجع بسرعه نعمل سرعه ارتداد بحيث ان انا ما اجيش فيها جول، وبعدين لما بهاجم مش عيب ابدا النادي الاهلي يلعب على المرتده. مش عيب ابدا. انا ادي فرصه للراجل الفرقه اللي قدامي انها تستحوذ وتيجي عليا، ثم في لحظه هي مباخته زي الملاكمه وزي اي لعبه فيها المباخته. الماتش الزمالك اللي احنا كسبناه 3 السنه اللي فاتت كان كده، كنا بنلعب كده اضغط وبعدين جبنا جول بتاع وليد، ثم عملنا سرعه ارتداد وبعدين ابتدينا نعمل المرتده جبنا 3 اجوال. المطلوب مني كجهاز فني بكره ان شاء الله، وانا اعتقد كلنا ثقه في الجهاز الفني انه باذن الله تعالى بكره يبقى فيه سيناريو واضح، الجمهور يسعد ان احنا الماتش اللي فات ده كلنا زي ما قال الكابتن حشيش والكابتن ابراهيم هننساه. ده عمره ما يتكرر، اعتقد انه عمره ما يتكرر، عمره ما يتكرر، لان دي مش روح النادي الاهلي ولا روح الفنان الحمر. هننساه وبكره ان شاء الله بنتفرج على 11 راجل بينفذوا تعليمات المدير الفني حذافيرها، وهو كمان لازم يبقى ليه رؤيه ويورينا مدى قدرته على الفوز في مباراه بكره اللي هي انا من رايي انها ممكن تبقى صعبه جدا وممكن تبقى سهله جدا. يا رب. كابتن اكرم ولا نبذد باكي مين؟ لا اكرم متهيألي هو ال ما تتخوفش من اكرم الأقدر، عشان هو الأقدر يعني. بيبقى قلبه جامد شويه بالظبط كده، عنده عصبيه شويه في ادائه وعنده تكالنج، بتبقى عنده حلول ان التكالنج ما بتخوفش شويه؟ لا منه كباك اخير؟ لا هو ده الحل الوحيد يعني. ندفد ما لما جربوه قبل كده في حته الباك اليمين ما عندوش حته الدفاع كويس، لعب بيه في الماتش اللي فات كابتن ابراهيم في الاخر لعب بيه باك رايت بس مش في نهائي افريقيا، ففي قناعات لان كان اكرم موجود بالظبط، ما بيعملش الواجب الدفاعي ولا الواجب الهجومي بطريقه جيده يعني. متهيألي
وجهه نظري يعني من وجهه نظري الفنيه بقول اكرم هو في الحته دي هيقدر يخدمنا، وخاصه ان هو ممكن يخترق وممكن يعمل لنا الحاجات العرضيه الكورسات العرضيه اللي ممكن وليد ازار لو اشترك يعني نقدر نستفيد بيها. لكن المباراه صعبه يعني طبعا المباراه صعبه جدا، وخاصه الثلاثه البرازيليين اللي موجودين زائد الدفعه المعنويه والنفسيه اللي هم خدوها زائد بنلعب في ملعبهم، يعني دي هتبقى كلها عامل ضغط على لعيبتنا، وبما لهم من خبره ان شاء الله باذن الله في يعني الخبره اللي اكتسبوها من البطولات اللي خدوها ان شاء الله باذن الله يقدروا يتغلبوا على الصعاب دي يعني. اكيد كابتن مروان ولا صلاح؟ قبليها بس اكرم، لو هيلاعب اكرم لازم يتنبه عليه شويه حاجات كده. انا معاك اولا هو تاكلينج بالذات، تاكلينج ومندفع شويه في دي بس فيعني قابل دايما من بره ال 18 عشان لو دخل ال 18 هو بيلعب عليه مهارات عاليه قوي بس برازيليين دي بس المشكله بيجيد الحته دي تخوفي من الحته دي، كمان هو بعيد عن حته التغطيه العكسيه اللي هنبقى محتاجينها قوي بكره. السؤال بتاعك مروان ولا صلاح؟ مروان محسن ولا صلاح محسن؟ انا بقول صلاح. صلاح محسن. صلاح كان معايا الصحفي او اعلامي تونسي في مباراه مصر وتونس قبل المباراه، قال لي احنا كاعلام تونسي كنا مستغربين من عدم اشراك صلاح محسن في مباراه الاهلي والترجي، وكلنا قلنا كده وكلنا كنا املنا ان هو يبدا هناك عشان انت مش محتاج محطه في الماتش اللي هناك. طلع عجيب امبارح قال مروان محسن احسن مهاجمين ومكانه في اسبانيا مش في مصر. هي بص في الاخر قناعات مدربين. يعني هي قناعات مدربين، بس انت زنقنا في كريم نبيل واكرم مفيش غيرهم. لا 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 في متاح، في احمد علاء. احمد علاء ولد بيجيد الكرات الثابته. خلي بالك انا بكلمك في تفكير الجهاز الفني مش في تفكير حضرتك. لا ما انا تفكيري برضو انا اشتغلت من 73 وانا بشتغل مدير فني. ده حضرتك شامل وعام. الراجل ده سرد باك بيلعب في الكور، بيطلع عنده السنس. عنده السنس زي ما بيقول كابتن حشيش كده. ممكن في عمليه التغطيه ورا العكسية. ورا سعد العكسيه وبعدين بالزبط. اولا في الكور الثابته هتستفيد منه في الكورنر والكرات الثابته، بيجيب اجوال لما كان في الداخليه كان بيجيب اجوال بالظبط، وكان ادى موسم 10 على 10 واحنا جبناه كنادي اهلي عشان دي. فانا ولسه كابتن حشيش بيقول لي افكار مدربين، وطبعا حضرتك يعني لا احمد احمد علاء انا برشحه زي هاني لما كان بيلعب مساك وبيلعب باك رايت، اللي يلعب مساك يلعب باك رايت، يلعب باك رايت يلعب برافو عليك. انما البدايه ما تبقاش كريم، لان يعني كريم هيبقى تطلعاته هجوميه، وبرده اكرم برضه في حته زي ما احنا كلنا متخوفين ممكن انذار في انذار. هو كويس ان الفرقه دي بالتحديد ما بتلعبش الكور العاليه عشان الحته دي كلها حاجات صغيره. وقتنا انتهى والوقت عدى بسرعه معاكم كابتن عادل، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يعني نفرح كلنا توفيق ان شاء الله. شكرا جدا كابتن ابراهيم، شكرا جدا لحضرتك. انا متشكر على اللقاء الجميل ده. كلمه اخيره طبعا، اتمنى هتدفع فلوس الوقت ده؟ هدفع. يلا بتمنى الفوز طبعا للفرقه بكره، ماتش زي ما بقول لك فارق بالنسبه للنادي الاهلي في حاجات كثيره جدا. اتمنى اللعيبه يبعدوا بقى عن الفنيات والكلام اللي احنا بنتكلمه ده كله، يبقوا رجاله ويحطوا في دماغهم ان هم ما ينفعش لا قدر الله النادي الاهلي يبقى بطولتين ورا بعض في ظل الظروف دي، وان شاء الله يهدوا المكسب لكابتن الخطيب بعد العمليه اللي عملها، وان دي تهون عليه شويه يعني تحاول ترفع من روحه المعنويه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله مش عايزين نسبب ضغط كبير قوي على اللعيبه، لكن هو ده قدر لعيبه الاهلي دايما ان هو يبقى عند حسن ظن جماهيره. ماتش صعب لكن دايما انتوا عند حسن ظننا. 11 راجل بكره زي ما قالوا الكباتن، 11 راجل مباراه لعيبه اكتر بكتير من ان هي مباراه جهاز فني. ان شاء الله تكونوا عند حسن ظننا وتفرحونا بكره ان شاء الله. اشوفكم بكره في استاد او ملعب الاهلي باذن الله عشان نفرح كلنا بعد هذه المباراه. نورتوني وشرفتوني وتصبحوا على خير.